اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاكثر تتويجا على الاطلاق في القرن الجديد. اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. اهلا بكل مشاهدي جماهير السوبر الافريقي. اهلا بك يا فارس. اهلا بيك يا احمد، وبطوله جديده اكيد فرحانين بيها، واعتقد وشنا حلو الحمد لله. يعني اول حلقه كان بعد الصعود للدور قبل النهائي، ودي ثاني حلقه ان شاء الله بعد الفوز بالسوبر الافريقي. وطبعا بالتاكيد بطوله مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي، وبالتالي كان مهم جدا ان شركه استادات تهنئ النادي الاهلي بالبطوله العظيمه، ونقدر نقول ان شركه استادات الوطنيه تهنئ الاهلي بالفوز بكاس السوبر الافريقيه. قدم المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه، والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس الاداره، التهنئه لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب واعضاء الجمعيه العموميه والجماهير بالفوز المستحق للنادي الاهلي ببطوله السوبر الافريقيه، ليضاف بطولة كبيرة إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء. وأشاد الوزيري ومرجان بأداء لاعبي النادي الأهلي في المباراة وإصرارهم على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير ببطولة قارية جديدة، مشددين على دعم الفريق وكافة الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية والدولية لمواصلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية. وأعرب مجلس إدارة شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية على أن تتويج النادي الأهلي باللقب يضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية التي تشهد في الآونة الأخيرة طفرة في كافة اللعبات الجماعية والفردية، ما يعكس مدى اهتمام الدولة بملف الرياضة. بالتأكيد تهنئة من شركة استادات فارس على بطولة عظيمة، بطولة قارية بتضع دايما النادي الأهلي في مصاف الفرق العالمية من حيث البطولات القارية. تهنئة مهمة جدا من السيد سيف الوزيري والعميد محمد مرجان، وإن شاء الله دايما بإذن الله شراكات النادي الأهلي كلها تكون ناجحة ومليئة بالتتويجات ومليئة بالبطولات. فعلا النادي الأهلي كيان الجميع داخله يعرف شعار واحد فقط، وهو النجاح النجاح النجاح. بالتأكيد يا فارس، ويمكن دي البطولة اللي كانت غايبة عن النادي الأهلي 7 سنوات. والحقيقة من أول بطولة حققها النادي في بطولة السوبر الأفريقية ما غبناش الفترة دي عن تحقيق البطولة، كان أقصى مدة بنغيبها 4 سنوات بالكتير، المرة دي 7 سنين، فبالتالي فرحة كبيرة جدا. ولكن اللقطة الأهم طبعا لقطات الأهداف واللقطات الفنية نتكلم عنها، ولكن عندنا لقطة التتويج الأهم هي لقطة الكابتن محمود الخطيب فارس ووضع الميداليات من اللاعبين. أعتقد ده كان أبرز نقطة في الاحتفالات، ويمكن ده التكريم الأفضل. كانت نقطة مهمة جدا، وكانت لقطة أعتقد زي ما قال حفيظ دراجي أنه لم يرى مثلها في تاريخه وفي تاريخ تعليقه على أي ملعب أو في أي مكان. كانت لقطة مهمة جدا، هي رسالة من اللاعبين لقائد ورمز اسمه محمود الخطيب، على خلفية أصلا السنة اللي فاتت شفنا كهربا وهو بيدي التحية لكابتن محمود الخطيب، وهو يستحق مننا كل التحية. وأنا دايما بقول ولسه بيجري ويعافر ولسه عيونه بتسافر ولسه القلب لم يتعب من المشاوير. كابتن محمود الخطيب ربنا يديك الصحة، وكل مرة نجاح، وكل مرة تستحق مننا ان احنا بجد نقول لك انت رمز واسطورة، وان شاء الله باذن الله تاخد النادي الاهلي لمكان افضل بكتير جدا زي ما انت نفسك تشوفه دايما باذن الله يا فارس. لكن قبل ما نعرض الصور، بالتاكيد الكابتن سامي قمصان كل العزاء ليه في وفاة والدته، ربنا يغفر لها ويرحمها ان شاء الله، وطبعا يلهمه الصبر والسلوان. طبعا التوقيت كان صعب جدا في عز الفرحه وفي عز الانتصار وفي عز تحقيق البطوله بيجي له خبر زي ده، فبنتمنى ان شاء الله ان ربنا يلهمه الصبر والسلوان ويغفر لها ويرحمها ان شاء الله. اعتقد يا فارس يعني توقيت كان صعب جدا. ده النعي اللي نزل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والساده اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي والجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم، واللاعبون يتقدمون بالعزاء وبخالص التعازي للكابتن سامي قمصان في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته رحمها الله. وفعلا زي ما انت قلت يا أسامة، في لحظة كان فيها فرحة، ولكن إن شاء الله يقدر يتجاوز أحزانه ويكمل مسيرته المميزة جدا مع النادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله. وطبعا عندنا طبعا الكابتن محمد الشناوي بعد ان تولى شارة القياده بيحمل البطوله الثانيه ليه طبعا، وخلاص بطوله 2014 كابتن وائل جمعه كان اخر مشهد ليها، بيضاف صوره كابتن جديد يستحق
ان هو يتسجل في تاريخ النادي الاهلي ككابتن للبطولات او حامل للبطولات الافريقيه بعد دوري ابطال افريقيا مباراه القاضيه. محمد الشناوي بيعود وبيحمل كاس السوبر الافريقيه. وكمان يا ريت لو نعرض لقطات بقى الاحتفال ووضع الميداليات اللي من وجهه ده طبعا دوري ابطال افريقيا مباراه 27 نوفمبر مع الكابتن طبعا مؤمن زكريا ربنا يشفيه يا رب. طبعا لولا بطوله 27 نوفمبر ما كانش تواجد النادي الاهلي في السوبر الافريقي ولا تواجد على المنصه دي بتحقيقه الميداليه البرونزيه. فقد ايه كانت البطوله دي يا فارس مهمه جدا، وبالفعل كانت مباراه القرن، وانا شايف انها فرقت كتير جدا مع الجيل الحالي من اللاعبين. مهم جدا ان اللاعبين دولت يعتادوا الصعود لمنصات التتويج. عجبني جدا الكلام عن اللاعبين بعد البطوله، وان شاء الله تستمر تحقيق البطولات. كل اللاعبين ادوا واخلصوا، ولكن الفكره ان انت كل يوم بتصعبها على غيرك. السوبر السابع كان اول سوبر كايزر تشيفز، ثم الفتح الرباط، النجم الساحلي، الصفاقسي، ليوبارد الصفاقسي، ثم نهضه بركان. سبع سوبر. اللي النادي الاهلي بيعملوا ايه؟ ببساطه النادي الاهلي بيخلي حظوظ اي نادي اخر في افريقيا صعبه جدا في فكره تجاوزه. كل حظوظ الفرق الأفريقية تتمثل فقط في حاجة واحدة، هي محاولة اللحاق بمجد الأهلي، وأظن ده مش هيحصل، لأن فعلا النادي الأهلي كل يوم يا أسامة بيصعبها على غيره جدا جدا جدا. النادي الأهلي يا فارس بالبطولة دي وصل للنقطة 85 في الترتيب بتاع أو الحصاد بتاع القرن الجديد، وأقرب منافس ليه هو مازيمبي ب 58 نقطة. المسافة بعيدة بعيدة مع أقرب منافس ليه يمكن الترجي الثالث ب 56 نقطة، ودولت أبرز الفرق الأفريقية اللي ممكن نقول إنها بتنافس النادي الأهلي على لقب القرن الجديد. باقي الفرق طبعا بعيدة جدا عن النادي الأهلي، 85 نقطة 58 مازيمبي، 56 الترجي. وطبعا دي لقطات التكريم وحضن كهرباء الكابتن محمود الخطيب، وطبعا كل اللاعبين كانت حركة طبعا بدأها القائد كابتن وليد سليمان بوضع الميدالية على أو زين، أنا من وجهة نظري زين الميدالية بعنق الكابتن محمود الخطيب. وبالفعل أصبحت الميداليات ذهبية بعد أن قلدوها اللاعبين للكابتن محمود الخطيب، فعلا تتائل بالذهب يا كابتن، وطبعا إداها للاعبين. تاني لقطات جميلة جدا، والحقيقة دور الكابتن محمود الخطيب يا فارس لقطة وليد سليمان هي دي بداية اللقطة، القائد برضو والمبادرة، وكان عملها السنة اللي فاتت كابتن وليد سليمان، وكابتن كابتن محمود الخطيب رجع له معاه هدية البيت، وكأن كابتن وليد فعلا فعلا بيعبر عن شخص أهلاوي بجينات النادي الأهلي. بشوفها من أعظم اللقطات دي يا فارس في التتويج، أنا شايفها كده هي الأعظم في تاريخ النادي الأهلي لحظة تتويج في رأيي بالظبط. ودايما مش هتجد اللحظات الجميلة دي في التتويج غير في النادي الأهلي، عندنا دايما اللقطات دي اللي فيها يعني تقدير لقيمة الكابتن محمود الخطيب والدور الكبير اللي قام بيه الكابتن محمود الخطيب، لأن اللاعبين دول حاسين فعلا بدرجة الأب، وده مش جديد على الكابتن محمود الخطيب. يمكن اتكلمنا بطولة 27 نوفمبر كان في مطبات في مشوار الفريق في البطولة الأفريقية، أهمها يمكن أصعبها واتكلم عنها رينيه فايلر إنه كان معرض للموت وما شافش كده في حياته. كان الكابتن محمود الخطيب هو رئيس البعثة في السودان، والأهم فكرة تواجده مع الجماهير بعد الأحداث الصعبة اللي شفناها في مباراة الهلال السوداني، قال الجماهير مش هنمشي إلا لما أنتوا تمشوا. فده مش مجرد أب اللاعبين وجهاز فني، لا كمان عائلة النادي الأهلي يعني بتتوج في عهد الكابتن محمود الخطيب بقيمة النادي الأهلي. عندنا برضو مواقف تانية يا فارس في مباراة جنوب أفريقيا أو سان داونز، ويا أسامة أنا بشوف لها ظرف نفسي صعب جداً، لأن بعد مباراة الهلال زي ما أنت قلت مباراة الهلال في أم درمان، أنت فاكر الجيل الذهبي في 2007 بيخسر بثلاثية وأنت فارق نقطة عن الهلال، هتخسر هتودع البطولة. زي ما أنت حكيت بالظبط قدرنا نتأهل. مباراة سان داونز كانت ظروفها النفسية مش سهلة، رغم أن أنت حققت الفوز هنا بثنائية، ولكن يظل رحلة لوكاس موريبي السابقة والخماسية الشهيرة كانت مؤثرة نفسيا. ناس كتير جدا يا جماعة كان ممكن تفكر بحسابات وتوازنات وتقول لك أصل النادي خرج بنتيجة تقيلة، أنا صعب أن أنا أكرر المشهد، ولكن كان واقف كابتن محمود الخطيب وقدرنا نتأهل من لوكاس موريبي عشان نروح للوداد يا أسامة، وكان في لحظة برضو مهمة. بالتأكيد مباراة الوداد والدور قبل النهائي، وطبعا مع بيتسو موسيماني والمدير فني جديد وبيتسلم المهمة قبل اللحظات، والكابتن محمود الخطيب بيضع رهانه طبعا مع مجلس إدارة على بيتسو موسيماني، وكمان بيتسو موسيماني كانت نتائجه سلبية مع الوداد
في المغرب، وبالتالي كان تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيسا للبعثة كمان مع وجوده مع اللاعبين، وقدر النادي الأهلي يحقق الفوز بثنائية كانت مفتاح العبور للمباراة النهائية ومباراة نادي الزمالك. وبالفعل توج النادي الأهلي لحظة بقى اللي هي تاريخية، وفيها كابتن محمود الخطيب أنا بشوف أن القدر منحه التكريم اللائق في اللحظة اللائقة، لأن كان كابتن محمود الخطيب بيتحامل على ألامه الجسدية والنفسية عشان يحصل التكريم والسجدة والشكر لربنا. أعتقد في اللحظة دي كان ده لسان حالنا كلنا، وكأن يعني كابتن محمود الخطيب بيرمي عن أكتافه الحمل اللي شاله طول البطولة يا أسامة، وهو بيسجد لله عز وجل شاكرا المولى، لأن فعلا كان في جزء كبير جدا من العناية الإلهية وحب ربنا الكابتن محمود الخطيب اللي لازمه على مدار مشواره كله. يمكن احنا عارفين كويس قوي تاريخ كابتن محمود الخطيب، ودايما تاريخ كابتن محمود الخطيب وتناولناها هنا بعد المحنة بتيجي المحنة. والله يا جماعة صدقوني ده شريط حياة كابتن محمود الخطيب كله بالتأكيد يا فارس، ودي لقطة مهمة جدا. اللقطة دي من وجهة نظري هي لقطة انتصار الحق. الكابتن محمود الخطيب اتعرض لكمية تجاوز بشكل غير طبيعي قبل مباراة القضية ممكن، فكان الانتصار مش مجرد انتصار كروي، كان توفيق اللاعبين. أنا من وجهة نظري ويمكن من وجهة نظر جماهير كتير جدا من النادي الأهلي، أن التوفيق اللي صاحب مجدي أفشة بعد كرة محمود علاء اللي ارتدت منه كان فيها جزء كبير جدا جدا انتصار للكابتن محمود الخطيب على كل التجاوزات. ودي اللقطة الأهم بعد 27 نوفمبر، فكرة سجد لله شكر بعد تحقيق البطولة وبعد انتهاء المباراة اللي هي مباراة القرن على حد تعبير البعض، كانت لقطة من وجهة نظري هي انتصار للحق، انتصار للخير، انتصار للمبادئ. أنا مش ببالغ ولا بكبر الموضوع، كابتن محمود الخطيب تعرض لكمية خوض في أعراض وكمية تطاول وتجاوز، ولكن كان الكابتن محمود الخطيب كالعادة بيمثل النادي الأهلي بالصمت والصبر، وعشان كده ربنا كان موفق النادي الأهلي بتحقيق بطولة أنا من وجهة نظري هي أغلى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي السجدة المرتبطة دايما بالبطولات. يا رب دايما نحقق البطولات، ويا رب دايما نشوف المشهد والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيسجد لله شكر على كل صحيح يا أسامة. استعرضنا شريط طويل من مرافقة كابتن محمود الخطيب للفريق، وعلى فكرة أنا قلت هنا قبل كده إن في لقطة بالنسبة لي كانت غريبة جدا، وهي في قناة أخرى يعني حتى مش قناة النادي الأهلي، وكان فيديو متصور بعد التتويج في 27 نوفمبر مع الجمهور والناس بتتكلم معهم حاسس ايه بالفرحة. قلت ما يقرب من 8 افراد من 10 اتكلموا كان مع الزميل ابراهيم فايق، كلهم قالوا ان ربنا كافئ كابتن محمود الخطيب، ودي لحظة انا ما شفتهاش في حياتي مع اي حد. ده ماتش السودان يا فارس والكابتن بيكلم الجماهير ان انا مش هسيب المدرج الا لما انتوا تطلعوا بامان وسلام. الرحلة اللي استعرضناها يا اسامة كانت احداثها مهمة جدا، وكان فعلا فيها ده طبعا لقطة جنوب افريقيا، كان لقطة جنوب أفريقيا ورحلة كابتن محمود بعد الخطيب بعد مباراة الواحد واحد علي معلول. طبعا يا فارس الكابتن محمود الخطيب أيضا كان له دور مهم جدا في الحقيقة البعثة الحالية. تم استدعاء الكابتن محمود الخطيب بصفة رئيس النادي الأهلي ليتواجد في فندق آخر غير فندق إقامة اللاعبين، ولكن كان الرد من الكابتن محمود الخطيب أنا مع اللاعبين ولن أغادر الفقاعة، وده كان كلام الكابتن وائل جمعة في مداخلة أو في اتصال هاتفي بينه وبين الكابتن محمود الخطيب. نسمع كلام الكابتن وائل جمعة آخر كابتن حمل كأس السوبر قبل الكابتن محمد الشناوي. ساند الفريق وعندنا شعار على الحلوة والمرة معاه، فالجمهور ده استحمل 7 سنوات اللي فاتوا وبطولة السوبر بعيدة عنه، الموسم ده خد الدوري الأبطال وخد السوبر، ورجعت الفرحة الأفريقية مرة تانية، ورجعت السيطرة مرة تانية للنادي الأهلي، فمبروك للجمهور اللي يستحق. النهاردة أجمل لقطة شفتها في المباراة صراحة اللقطة اللي اللعيبة عملوها، لقطة ممتازة ولقطة تبين قد إيه حبهم لكابتن خطيب ودعمه الكبير ليهم. موقف أنا أقوله بسرعة مهند، بكلمه من يومين أطمن عليه وأطمن على البعثة، فقال لي ان المسؤولين في الاتحاد القطري طلبوا منه انه يخرج بره البعثه، قال له لا، انا قال لهم انا مش هسيب البعثه، انا مع اللعيبه في كل وقت في التمرين معاهم، لانه لو خرج من الفقاعه فمش هيبقى مع اللعيبه. فرفض ان هو يخرج بره الفقاعه ويقعد مع مسؤولين في الاتحاد القطري، كانوا حاجزين له في فندق تاني، رفض يروح. فده موقف يبين مساندته ودعمه، ودي نقطه مهمه جدا جدا
لأي مدرب وأي فريق وأي جهاز فني أنه يحس بمساندة رئيس النادي ودعمه الكامل للفريق زي ما كابتن خطيب، فما بالك بأسطورة زي كابتن خطيب. وكان يقصى هذا اللقب ليصبح كسب كل الألقاب الممكنة المحلية والأفريقية وهو رئيسا للنادي الأهلي. بالتأكيد لما يكون أي رئيس نادي بيدعم جهاز فني ولاعبين، ولكن زي ما قال الكابتن وائل جمعة أحد أساطير النادي الأهلي، ما بالك لما يكون رئيس النادي الأهلي هو الأسطورة الكابتن محمود الخطيب اللي حقق في عهده النادي الأهلي كل الألقاب المحلية والقارية المتاحة، لأن في لقب واحد النادي الأهلي فقط محتاج يحققه، لقب بطولة كأس العالم للأندية، هي دي البطولة الوحيدة الذي لم يحققها النادي الأهلي في عهد الكابتن محمود الخطيب يا فارس. ولأننا يا أسامة شفنا لقطات كتير جدا في تتويجات على مسيرة كل الفرق، ولكن نادرا ما نشوف لقطة بيجي ناس أو معلقين أو معلقين على الحدث بشكل عام يقفوا عند لقطة تكريم لرئيس نادي جوه التتويج، ما شفناهاش قبل كده. عشان كده محتاجين نسمع كلام حفيظ دراجي اللي كان لامس فيه المشاعر الخالدة دي في اللقطة دي. نطلع ونشوف الفيديو. كابتن وائل منذ حين عن صورة اللاعبين وهم يد كلهم لرئيسهم ولنجمهم ولتاريخهم ورصيدهم الشخصية المحترمة محمود الخطيب، كانت صورة رائعة جدا. صورة الاحتفالية التي انتهت بها أيضا حفل التتويج كانت رائعة. أنا شخصيا وحتى كل اللي كانوا موجودين هنا لم يكونوا يتوقعون مثل هكذا نهاية واحتفالية بتتويج نادي الأهلي وبختام كأس السوبر لهذا الموسم. رمزهم وقائدهم، وسيظل احنا ما نقدرش ننكر ان احنا فعلا بنحب كابتن محمود الخطيب، لان دي حاجة صعب جدا ان انت تقاومها، وربنا يديك الصحة يا كابتن محمود، وان شاء الله بإذن الله نحقق مزيد من البطولات، لان انا واثق ان حلمه مع النادي الاهلي يا اسامه لسه كتير جدا عشان نوصل للي هو بيفكر فيه النادي الاهلي. بالتاكيد يا فارس، وبالفعل ما نقدرش ننكر او بل بالعكس اننا بنفتخر بحبنا للكابتن محمود الخطيب، هذا الطفل اللي هو ماثل امامكم اللي كان بيبكي في وقت اعتزال الكابتن محمود الخطيب. كبرت انا وهذا الطفل لم يكبر في حب الكابتن محمود الخطيب، فكل التهنئه للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل اللي بيبذل كل الجهد من اجل رفعه النادي الاهلي. والحقيقه ما كانش ينفع اننا نفوت اللحظه دي، ومعانا طبعا مقدم جميل زملكاوي هو الاستاذ عمرو اديب، كان لازم نشوفه طبعا وهو بيهني النادي الاهلي على طريقته الخاصه، ويا رب دايما نسمع منه كل المباركات بعد كل البطولات. نشوف فيديو للاستاذ عمرو اديب ونرجع نعقب. النادي الاهلي قدر يتماسك في الشوط الثاني، وشريف جاب جون من ماركت عماد متعب. الولد ده مكسب للنادي الاهلي، مكسب حقيقه يعني. شريف وطاهر كمان وكل لعيبه الاهلي النهارده كانوا رجال، وكان في موقف اللي احنا شايفينه النهارده، لو سمحت نرجع الصوره اللي ورا، ان كل اللعيبه وهي طالعه على منصه التتويج كانت بتقلع الميداليه بتاعتها وتلبسها للاسطوره محمود الخطيب. صوره كانت جميله جدا، اللعيبه كلهم لبسوا الميداليات كلها لمحمود الخطيب النهارده. الجمهور المصري في الدوحه كان مزينا للبطوله، وكان اللاعب رقم 12، وحاجه جميله. بنهني النادي الاهلي على هذا الفوز العظيم الجميل. ومن الدوحه معانا الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو، وربنا يديم تهانيك لينا دايما كده يا باشا. لا بس زهقت ان شاء الله، زهقت بقى. هو كل لا شويه لا يا باشا، هو كل شويه كتير كده. لا ما انا قلت لك يا باشا ان شاء الله بالتعود هتبقى اهلاوي يا باشا. لا 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 شويه بقى تنحوا شويه بقى، سيبوا لنا دوري كاس كده ان شاء الله. لا. ربك كريم، ربنا يديمها نعمة يا رب، والله حاجة جميلة جدا. ألف مبروك، انتوا كنتوا بتمثلوا مصر النهاردة وأداء عظيم ومظهر مشرف. الأستاذ طارق قنديل طبعا بيقول له مش هنسيبك إلا لما تبقى أهلاوي، بس الأستاذ عمرو أديب زهق. أنت هتزهق كتير يا أستاذ عمرو، لأن الجاي كتير وكتير إن شاء الله، بس أنت المفترض تكون اعتدت خلاص يا أستاذ عمرو. لا اتعود، وأنا فعلا بحب جدا تعليقاته، هو زملكاوي ولكن يعطي النادي الاهلي حقه، واي انسان موضوعي هيكون ده لسان حاله، لان فعلا النادي الاهلي حاجه من الاثنين، يا على الاقل تحترمه لو ما تقدرش تحبه لان انت غير منتمي ليه،
يا إما هتكن ليه مشاعر سلبية جدا عشان تحاول تهرب من فكرة تفوقه عليك. ولكن تفوقه عليك ده بيخلينا نبص لحاجة تانية خالص. انت طبعا عليك دي بتتكلم على الأندية الأوروبية. على الأندية الأوروبية هي دي، بس مش كلها. عندنا معادلة صعبة جدا اسمها ريال مدريد. نادي ريال مدريد كنا قادرين في لحظة ما نسابق الزمن ونسابقه، ولكن دايما احنا بنحاول نرجع للمكانة اللي فعلا بتميز النادي الأهلي عن أي حد. 22 بطولة يسبقنا فقط قارية نادي ريال مدريد ب 26 بطولة. النادي الأهلي حقق 9 دوري أبطال أفريقيا، 4 أفريقيا أبطال الكأس كونفدرالية، و7 سوبر أفريقي، وبطولة أفرو أسيوية. تقدر يا أسامة تستعرض بطولات ريال مدريد؟ بطولات ريال مدريد ال 26، 13 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس الاتحاد الأوروبي، و3 بطولات انتر كونتيننتال، و4 كأس العالم للأندية، و4 سوبر أوروبي. وطبعا هي دي المعادلة الصعبة اللي قال عليها زميلي فارس، ولكن الحقيقة في القرن الجديد احنا يعني كسرين المعادلة الصعبة دي، لأن احنا في القرن الجديد بينافسنا على عدد البطولات إجمالا نادي بايرن ميونخ، وبطولة السوبر دي كسرت الشراكة ما بيننا وبين بايرن ميونخ في عدد البطولات سواء محلية بالنسبة له أو أوروبية. أما عن عدد البطولات القارية فبطولة السوبر دي أيضا كسرت الشراكة اللي مع ريال مدريد في القرن الجديد، فالنادي الأهلي يصبح النادي الأكثر تتويجا في العالم في القرن الجديد، والبعض بيسفه من قيمة هذه البطولات. النادي الأهلي في وقت من الأوقات أكبر فريق زي ميلان إن هو يشيل شعار الأكثر تتويجا من على التيشيرت بتاعه، وبالتالي حاجة زي دي إذا كنت أنت بتاخدها باستخفاف، الأندية المحترفة بتاخدها بمنتهى الألم، وبتاخدها أيضا بمنتهى الاحترافية، وبتبقى فاهمة إن طالما النادي الأهلي تخطاني أنا الشعار ده ما ينفعش يكون موجود على التيشيرت بتاعي. فطبعا مع النادي الأهلي دايما بإذن الله إحنا بنصارع على فكرة الأكثر تتويجا في العالم. جاليان يا أسامة كان ليه تصريحات عنصرية ضد النادي الأهلي مع ميلان، ده عمل مشاكل حتى طبعاً على أفرق سواه. لأنه هو أنت متخيل حجم الصراع اللي أنت بتنتقل ليه، لأن هو طبعا ضرب مقياس غير عادل تماما فكرة البطولات الإفريقية. أنا يا سيدي وفر لي بإمكانياتي بشعبيتي، وفر لي بقى أن أنا أكون موجود في المناخ الأوروبي ده واحكم عليا. ما نقدرش نبص بالنظرة الدنيا دي. بعض الجماهير يا فارس كانت بتحط له بتوقيت القاهرة. صحيح. فجمهور النادي الأهلي معادلة صعبة، والنادي الأهلي نفسه معادلة صعبة لأي حد. صدقني فعلا النادي الأهلي بيكتب مجد، وكفاية جدا ان احنا نروح للاعب زي محسن ياجور وهو بيتكلم يا أسامة بالفخر ده. انا اللاعب ده طبعا كنت قلقان منه قبل المباراة، ولكن هو لاعب بيحب النادي الأهلي جدا، وانا احب اللاعب اللي بيحترم النادي الأهلي حتى لو كان ليه ذكريات سلبية معانا في تسجيل في شباك النادي الأهلي. ولكن لما يقول سمعت عن الخطيب وابداعاته لكني بالطبع شاهدت ابو تريكة في الملعب، منتهى الفخر ان اتمكن من مجاورة او ان هو يقترب او تجاوز الارقام بتاعة النجمين او ان هو يحاول يقرب منها. محسن ياجور اتكلم كمان عن فكرة ان هو كان سعيد جدا ان هو يشوف كابتن محمود الخطيب رئيس للنادي الاهلي، وازاي فعلا لما يكون عندك رمز. انا دايما بحب كابتن طارق دياب وتعليقاته على كابتن محمود الخطيب. اسطورة بتتحدث طبعا عن اسطورة، وده شيء بيحسسك بالفخر يا جماعة. والله العظيم مش قصة كابتن محمود الخطيب ومش قصة شخص كابتن محمود الخطيب، ولكن فعلا لما يبقى عندنا رموز وعندنا فعلا أسماء تحس إن كل العرب بيفخروا بيها والعالم بيعمل لها اعتبارها وقيمتها، لازم نزكي ده ونفخر بده يا أسامة. كابتن محمود الخطيب يا فارس مش ملك النادي الأهلي فقط، ولكن هو ملك للكرة المصرية ووجهة للكرة المصرية بشكل عام، وأسطورة الكرة المصرية الحقيقة الكابتن محمود الخطيب. والحقيقة طبعا محسن ياجور اللي ليه معانا ذكريات سلبية بيفكرني بصير صلاح الدين أيضا في التسعينيات كان برضه له معانا ذكريات سلبية، لكن الحمد لله ما قدرش يسجل في المباراة دي وقدرنا نحقق الفوز. لكن وبما اننا بنتكلم عن الفوز وبنتكلم عن البطولات، فانت بتتكلم هنا عن المجد الحقيقي. المجد الحقيقي ده اللي تجسد في صورة لاعب ترك الأحلام والطموحات الغير حقيقية وانتقل للنادي الأهلي ليحقق الطموحات الحقيقية، محمد مجدي أفشة. يا له من اسم سيبقى كثيرا كثيرا في ذاكرة الأهلوية. بيتكلم وبيقول مليون مبروك للنادي الأهلي وجمهوره ومؤسسة مبنية على تقاليد الفوز. الحمد لله 5 بطولات منذ انضمامي للفريق. الكلمة دي أو الجملة دي مهمة جدا، بيقول كان في السابق كتير، الآن الإحساس إنها غير كافية.
القادم أفضل بإذن الله. الحمد لله على كل شيء، أنا بخير وإن شاء الله مزيد من الفحص والأشعة للإطمئنان، ونعود للبحث عن لقب جديد سوبر يا أهلي. محمد مجدي أفشة رسالة جت في وقتها الصح، رسالة جت في الوقت اللي بعض الناس حاولت تلعب على فكرة أندية أخرى، وإن نادي الطموح ليس النادي الأهلي، وإن تواجد في مصر نادي بطموح جديد. محمد مجدي أفشة كان هو الرسالة اللي بتقول الطموح الحقيقي والإنجاز الحقيقي، ومن يبحث عن المجد لابد أن يرتدي تيشيرت النادي الأهلي. شكرا محمد مجدي أفشة، ومنتظرين منك كما وعدت مزيد من البطولات، لأن 5 بطولات يا أفشة حتى لو كان فيها دوري الأبطال، حتى لو كان فيها سوبر أفريقي، ليست كافية يا أفشة. هاخد بقى من كلامك ونشوف ازاي لاعب في لقطة بيتحول لبطل شعبي. لو شفنا امبارح احد المشجعين وهو بيرتدي تصميم مكتوب عليه القضية ممكن، التيشيرت ده اللي كتير جدا كمان من الجمهور حوله الى قمصان ارتداها، كمان اللقطة دي كانت فارقة جدا. عشان كده انا محتاج اروح للبعض، وانا اسمي البعض من غير اسماء. فكرة تحويل شعار القضية ممكن ان انت تخفف وطئته النفسية عليك. انا عارف ان شعار القضية ممكن ده واجع ناس كتير جدا، بس القضية او النوك اوت ده مفهوم، مش مجرد كلمة انت ممكن ترددها بعد اي هدف لا قيمة له وتحولها ان هي شعار. لا، القضية ممكن ده مفهوم. القضية ممكن دي هي اللي حققت بطولة دوري أبطال أفريقيا، هي اللي بعدها رحنا حققنا برونزية العالم للأندية، هي اللي النهاردة بنحقق السوبر الإفريقي بسببها. عشان كده الكلمة بتبقى على قدر البطولة. لو أنت القضية ممكن بالنسبة لك صغيرة قوي كده، فإحنا القضية ممكن بالنسبة لنا مفهوم كبير جدا. أتمنى تكون رسالة وصلت. ومن المفاهيم الكبيرة عندنا لقطة مهمة جدا تستحق الإشادة من الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة اللي بتدير نادي الزمالك. كان حريص جدا على أنه يكون من أول المهنئين للنادي الأهلي بحصوله على بطولة السوبر الأفريقي. بيذكرنا بالدكتور كمال درويش أنه هو لما كان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سنة 2001، لما كان حريص أنه يكون أول نادي يهنئ النادي الأهلي على لقب القرن الأفريقي. وبالتالي لقطة مهمة جدا، الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي قابلها بدرجة كبيرة جدا من التقدير والإشادة يا فارس. وده كان شيء محترم جدا. وعشان كده جماعة لازم نفرق ما بين بعض الأفراد اللي ما ينفعش نحسب سلوكهم أبدا على كيانات. كيان نادي الزمالك نحن بنحترمه جدا ونقدره، وخصوصا لفتة زي اللي أسامة اتكلم فيها، وإحنا طول ما في اللفتات الإيجابية دي النادي الأهلي هيبادر بنفس المنطق ونفس السلوك، بل بالعكس النادي الأهلي هو البيان بتاعه كان بيتكلم بشكل واضح، ومجلس إدارته بيقدر التهنئة حتى ما تعملش معاها إن هي بشكل عادي. طيب هنيجي بقى بعد كده لمفهوم النادي الأهلي فيما يخص بطولاته وفيما يخص أهدافه. ده من مسؤوليه لجماهيره، المفهوم واحد طبعا، ودي بقى الإشارة اللي لازم نتكلم عنها. جماعة كتير جدا أنا شفت إعلامي واقف بيقول خلاص خلاص حققنا السوبر خلاص ومش عايزين حاجة تاني. ده مش موجود عندنا، مش موجود في قاموسنا. مش هتلاقي أسامة بيقول كده، وعمرك ما هتلاقيني بقول كده. هتلاقينا ماشيين على كتالوج هو اللي اتعلمناه من كل تاريخ النادي الأهلي ومن رموزنا ومن الكبار بتوع النادي الأهلي. تعالوا نشوف لحظة التتويج في 27 نوفمبر كان كابتن محمود الخطيب بيقول إيه بعد التتويج للاعبيه، وتحقق من اللي قاله ايه. نطلع ونشوف كتالوج النادي الاهلي عامل ازاي. بكره عندك بطوله ثانيه، فانت لازم من دلوقتي خلاص نقفل. الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا سبحانه وتعالى، الف حمد وشكر ليك يا رب، بان ربنا كرمنا كرم كبير جدا جدا ونعمه كبيره جدا جدا بالبطولات دي. وكمان بهنيكم عشان بطوله الدوري، لكن لسه فاضل ثلاث حاجات مهمة جدا للموسم ده. الموسم ده فاضل فيه كاس مصر، فاضل فيه كاس سوبر، فاضل فيه إن شاء الله تمثيل تنافسي في كاس العالم للأندية. بس تنزلوش عن ده، انتوا في ايديكوا تكتبوا تاريخ تاني. عندك رايحين تلعبوا إن شاء الله في كاس العالم للأندية مع فرقة كبيرة النادي الأهلي. خلي بالكم النادي الأهلي النهاردة هو تاني فريق في العالم
تحقيقا للبطولات القاريه. يسبقنا بس بيسبق الاهلي بس ريال مدريد بس. ما عندناش خلاص خلاص، دي في اللحظه بتاعه التتويج كان كابتن محمود الخطيب بيقول للاعبين تمثيل تنافسي في كاس العالم للانديه مش تمثيل مشرف، وفعلا التمثيل التنافسي حققنا برونزيه، ثم قال لهم عندكم الكاس وعندكم السوبر، وفعلا البطولتين اوفوا يا اسامه. بالتاكيد عايز اقول لك برضو في لحظات الفرح مش بس الكابتن محمود الخطيب، لا الموضوع يا جماعه بالنسبه للنادي الاهلي هو من الرئيس للمسؤول للمدير الفني لحتى الجماهير، خلاص البطولة النهاردة خدناها نحتفل بيها يوم، بقت خلاص في الأرشيف، نبدأ بطولة جديدة. كابتن سيد عبد الحفيظ فعز إن أنت بتعدي مواجهة صعبة جدا أمام صن داونز، وما أدراك ما صن داونز أنا بشوفه من أقوى الفرق الأفريقية، وإن أنت بالتأكيد إن المباراة دي كانت مش دور 8 نهائي مبكر. شوفوا الكابتن سيد عبد الحفيظ وهو بيقول للعيبته إيه، نشوف الفيديو ونرجع نعقب. النهاردة هيسو زقطته كل حاجة ماشي، وحاجة حلوة إن شاء الله. بكرة بكرة رجال عندنا بطولة غريبة بقالها 7 سنين ماشي، عندنا بطولة غريبة بقالها 7 سنين. يا كابتن سيد اللعيبه عايزه تقول يا كابتن سيد طب سيبنا نحتفل، احنا ما بنحتفلش لسه، وهم بيحتفلوا بالصعود. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول لهم النهارده بس هنفرح بالصعود، من بكره عندنا بطوله غايبه بقالها 7 سنين. كابتن سيد عبد الحفيظ يا مزيد من بطولات الكابتن سيد عبد الحفيظ، مش عايزين نتكلم عن الكابتن سيد عبد الحفيظ وبطولاته، وهو لاعب وهو مدير كره، يا رب دايما انجازات وارقام بيحقق كابتن سيد عبد الحفيظ مع النادي الاهلي. وبالفعل يا فارس رحنا وجبنا البطوله الغايبه من 7 سنين، وده غريب جدا يا اسامه. عشان كده بقول يا جماعه والله النادي ده شديد الخصوصيه، مش مجرد عبارات احنا بنقولها، ممكن تلاقي دي فلسفه رئيس النادي ومدير الكره والمسؤولين، انما كمان الجمهور. نطلع ونشوف الفيديو ده عشان نعرف ليه النادي الاهلي مش شبه حد خالص. يعني قبل ما نخرج من الملعب الجمهور بيقول الدوري اهلي، قبل ما نخرج من الملعب يعني. فهي دي المسؤوليه بتاعت الاهلي يعني، ان شاء الرحمن نبقى قدها باذن الله، ونرجع ان شاء الرحمن نعيد حساباتنا بشكل كويس على المستوى المحلي ان شاء الرحمن. كابتن سيد ممكن تكون الفرحه خدتك شويه، فانت لسه قايل لهم بعد 7 سنين حققناها اهو، الجمهور بيقول له لا البطوله الجايه. هو عايز يقول اللي هنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ هو ده لسان كابتن حال سيد ده عبد. النادي الاهلي اللي احنا بنتشرف بالانتماء اليه، وده الكيان المختلف عن اي حد، وهيظل ان شاء الله النادي الاهلي طموحه ما بيتوقفش عند حاجه. مبروك للنادي الاهلي بطوله السوبر، فرحنا احتفلنا. نطلع لفاصل عشان عندنا ردود مهمه جدا، لان الاحتفال مش هينسينا ان احنا نرد فيها. نطلع لفاصل ونشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا الناس اللي قاعده بتشوف قناه النادي الاهلي لا فارق معاها لا سيتي ولا تشيلسي، طبعا بنشكرهم جدا ولهم تقدير عظيم جدا. عندنا طبعا ملف الفار روم، وزي العاده بنتكلم هنا دايما في الاهلي خط احمر عن الفار روم، وعندنا ملف لما بيتعرض اسم النادي الاهلي لازم اننا نرد، مش بس اسم النادي الاهلي، البعض دايما بيحاول ان هو يروح لاي حد بيعمل في قناة النادي الأهلي، وأي حد ممكن يكون والده أهلاوي وطرق كتيرة جدا، فبالتالي يقول لك بس ده كده في مجاملات تحكيمية. الغريب إن اللي بيشتكوا من المجاملات التحكيمية هم أكثر حصولا على أخطاء تحكيمية لصالحهم. شفت أنا قلت إيه؟ أخطاء تحكيمية لصالحهم، ما قلتش مجاملات، أنتوا اللي بتقولوا مجاملات. الكابتن خالد الغندور نزل بوست قبل والماتش شغال، ماتش الزمالك والمصري، واتكلم عن حكم الفار والمباراة شغالة، واتكلم عن إن محمد عباس، انا مش عارف هي قابيل فعلا في البطاقه كده ولا قابيل في بعد القاف الف، قابيل ابن اخو كابتن نصر عباس اللي بيحلل على قناه النادي الاهلي على تقنيه الفار متالق النهارده. ده طبعا كان كلامه عن الحكم الموجود على تقنيه الفار، في اشاره واضحه ان هو طالما ابن اخو الكابتن نصر عباس الخبير التحكيمي في قناه النادي الاهلي يبقى اكيد قاصد يتعمد اخطاء او يجامل نادي المصري على حساب نادي الزمالك. شفت البوست ده ازاي؟ شفت البوست ده ان كابتن خالد الغندور بين الشوط كتب البوست وعمل لايف، وكان تقريبا معتقد ان الحكام تقريبا هتتاثر في الملعب باللي هو بيقوله، وان كان الحكام هنقف عند هل تاثروا بعيدا عن كلام كابتن خالد الغندور ولا لا. ما شفت يا اسامه للاسف يعني الموضوع دخل في حته
التفتيش في النوايا في أمور صعبة جدا، وفكرة إن أنا ألصق إن الراجل محلل محترف بحلل في قناة النادي الأهلي، يمكن كان لنا موقف يا أسامة قبل كده واضح إن كابتن الهدف بتاع أيمن أشرف لو تفتكر بالزبط. وكابتن ناصر عباس كان ليه رأي إن الهدف فاول برغم إن إحنا مختلفين معه، ولكن هو طلع وكان داخل قناة النادي الأهلي وقال رأيه. فالنوعية دي من البوستات يا أسامة أعتقد هي التعصب باين. النوعية دي من البوستات يا فارس أعتقد بتتمسح بعد المباراة لما بيتحسب ركلة جزاء للنادي الزمالك في آخر دقيقة. لكن نطلع نأكد رأي الكابتن خالد الغندور بين شوطي مباراة الزمالك والمصري، قال إيه عن حكام الفار أو حكم الساحة؟ نشوف الفيديو. طبعا اتفرجتم على الشوط الأول لماتش المصري وشفتم التحكيم المصري. هو سؤال بس عايز أسأله للتحكيم المصري والناس اللي قاعده على الفار. كابتن محمود البنا ما حسبش طرد مباشر على احمد رفعت رغم انها واضحه، وكابتن محمود البنا والفار مرضاش يعني يروح يشوف الكوره، ولا الفار بعت له في كوره ضرب الجزاء الاولى اللي على حسن علي واحتسب ضرب الجزاء على الونش، ونفس الكوره بتاعت عبد الغني تقريبا بنفس المسافه بنفس كل حاجه راح شافها في الفار، والفار بعت له وما بعتلوش في كوره حسن علي، ما اعرفش ليه. وكمان عايز اسال سؤال، هو ماتش بيراميدز الكوره تعادت بتاعت اشرف بن شرقي في ضربه الجزاء والحكم قال لدعدور ما تطلعش من الخط، من الواضح ان دعدور قبل الكوره ما تتلعب خرج بره الخط، تقنيه الفار فين؟ وما عادوش كوره ضربه الجزاء بتاعت اشرف بن شرقي ليه؟ مش القانون بيقول كده؟ برافو التحكيم المصري، برافو. ركزوا في الفيديو ده كويس جدا اللي هو بين الشوطين. انتوا متخيلين الكابتن خالد الغندور بيطالب بان ركله جزاء اشرف بن شرقي تعاد لان دعدور اتقدم، هو صح، بس ايضا ركله جزاء النادي المصري في نفس المباراه طارق حامد كان داخل منطقه الجزاء قبل ملاعب المصري يسدد على مرمى عواد اللي تالق وصد ركلتين الجزاء، فبرضه كانت تعاد. لكن مش ده الهدف او مش ده القضيه اللي انا عايز اقف عندها. انتوا متخيلين بيضرب لكم مثل بضربه جزاء الزمالك في الدقيقه 91 امام بيراميدز، متخيلين وصلنا لايه؟ يعني ركله جزاء اصلا مش ركله جزاء، زعلان انها تعادت لكن مش زعلان انها اتحسبت انها ركله جزاء بكل اراء خبراء التحكيم بما فيهم الموجودين في قناه نادي الزمالك انها مش ركله جزاء وان احمد سامي كانت ايده في محيط جسمه، يسيب انها اتحسبت ركله جزاء ويتكلم في الاعاده. طيب ده حاجه، الحاجه الثانيه بيتكلم عن ركله جزاء كابتن خالد غندور شايفها انها لصالح نادي الزمالك على حسن علي لاعب المصري، الرد جاي له منين؟ يعني هو ما فيش حته في الفيديو ملهاش رد، سواء ضربه الجزاء اللي زي ما انت قلت شيء يعني عايزين ننتقي الفاظنا، يعني احيانا الكلام يدفعك بس فعلا اذا لم تستحي فافعل ما شئت، والله ده اقل حاجه تتقال. ولكن حتى ضربه الجزاء يا اسامه نفسها اللي هو بيقول عليها، تعالى بقى نشوف الخبير التحكيمي في قناتك كان بيقول عليها ايه وملابسات الكلام اللي اتقال. نطلع ونشوف الفيديو. اول حاجه خالد ان طبعا لاعب الاخضر هو اللي بيطلع الكوره، وبعدين بتصطدم بالابيض، وبعدين الكوره بتبدا ان هي ترتفع، وبعدين بتخبط في الجسم، وبعدين بتخبط في الايد. تمام. لو احنا بنتكلم في ظروف عاديه وبنتكلم في اعتبارات وبنقول ان الايد بره الجسم والكره مرتده، تمام. نكمل. ده بيطلع، خلاص ماشي. وبعدين خبطت في الجسم، بعد كده في الايد. لو احنا بنتكلم في اعتبارات عاديه جامده من غير فهم القانون هو ايه وفهم لعبه كره القدم هو ايه، ممكن نقول ان ده شكل من اشكال التعامل. ولكن لا، احنا بنتكلم في مسافه قليله جدا، في ارتداد، في ايد طالعه بره الجسم، وداس على رجله كمان، ولكن لا وجود غير كده، كمان داس على رجله اهي، لما تشوف اهي نزل اهي ونازل على رجله اهي. تمام. كمل. لا كمل. ممكن كمل. يكون نازل بره. تمام. ده يا خالد انا شايف ان مفيش تعمد في اللعب، مفيش تعمد لمس يد. الكوره صارت باليد، ولكن اللاعب ما عندوش فرصه ان هو يشيل ايده حتى لو كانت ايده بالشكل ده وحتى لو كان ايده بره جسمه، ولكن ظروف اللعبه والوضع التشريحي للاعب في الوضع ده لا، مفيش وجود للتعمد ومفيش فرصه ان يشيل ايده، وكان القرار باستمرار اللعب كان قرار سليم البنا، وتاكيد الفار معاه كان برضه قرار سليم. دي نموذج للحالات اللي بيجي المحكمين
في اي سيمينارز بتعمل او اي ندوات او اي مناقشات تحكيميه بيشرحوا الفرق فيها يا اسامه ما بين الكره اللي بتيجي في اللاعب نتيجه ان هو اهمال او حاول يكبر مساحه جسمه وما بين الكره اللي فيها ارتداد اللاعب غير متعمد فيه اطلاقا وما بتحتسبش ضربات جزاء. اللقطه دي اللي كابتن خالد الغندور بين الشوطين قال عليها ايه؟ قال ان هي ضربه جزاء. هرد بكلمه واحده قالها كابتن ياسر عبد الرؤوف وهو بيحلل، قال له اللي فاهم قانون واللي فاهم كوره هيعرف ان دي عمرها ما تكون ركله جزاء. اعتقد الجمله دي فيها الرد واضح، اللي فاهم قانون واللي فاهم في تحكيم كره القدم. بص عشان نكون امناء، لان البعض ممكن يختلف على الركله دي، وبعض خبراء التحكيم في قنوات اخرى قالوا انها ممكن تحتسب ركله جزاء، ولكن القصه كلها دايما هنا كالعاده بنتكلم في اي كوره فيها مساله جدليه فما ينفعش اجزم ان الحكم هنا متعمد مجامله فرقه، لان حصل جدل، في رايين مختلفين، لكن في اراء ما بيبقاش فيها جدل، ومع ذلك انا بشفق على الكابتن ياسر عبد الرؤوف بالفعل، لان بيبقى واقع تحت ضغوط فقره التحليل التحكيمي دي، ضغوط كبيره جدا لدرجه ان هو قال له ايه؟ بس لو ما جاتش في ايده هو داس على رجله وهو نازل، يعني بص هي فيها اي حاجه هتحصل وخلاص. قال له يا خالد ما دس، يعني هو دايس بعيد يعني، فانا بشفق عليه والحقيقه عنده كميه اتزان، ودي بقى مش اشاده بقرارات قد باشاده بتعامل مع ضغط كبير جدا من مقدم البرنامج عليه في الحالات التحكيميه، لكن في النهايه دي حاله تحكيميه تم الاختلاف عليها، ولكن داخل قناه نادي الزمالك تم التاكيد على انها مش ركله جزاء، وبالتالي انتفت صفه المجامله او الخطا المتعمد عن حكم الساحه وحكم الفار. الاهم من كل ده ان الكابتن خالد الغندور بيقول دايما ان قناه النادي الاهلي ما بتعرضش، واننا بنعرض الحالات واننا بنعمل كل حاجه. عندنا حاله كانت واضحه جدا واضحه جدا تم تجاهلها. نشوف الفيديو. وزي ما قلت لكم في الفقره التحكيميه ما بنخبيش كوع ونقول ملاش نجيبها، ما بنخبيش ضربه جزاء علينا مش بنناقشها برضو، حتى اما بتيجي تشيد انت في قناه الاهلي بياسر عبد الرؤوف بتشيد بيه في الحاجات اللي قالها على الزمالك او كانت مثلا مش مع الزمالك، لكن بتخبوا للزمالك. زي بالظبط كده ضربه الجزاء بتاعه المصري دي فاول من الاول على فرجاني او على مش عارف حازم امام، مع ان مفيش كاميرا موضحه خالص مليون في الميه الكلام اللي بيتقال. خلينا نوضح نقطة مهمة جدا جدا جدا. مبدئيا احنا كذا مرة قلنا ان هنا هدفنا التناول بلا تطاول او بلا اي تجاوز، وهنا هدفنا اننا رد فعل، احنا مش بنكون فعل، وده يمكن مزعل شريحة كبيرة جدا من جماهير النادي الاهلي، ولكن نحن نمتثل لما يقوم به النادي الاهلي وإدارة قناة النادي الاهلي ومبدأ النادي الاهلي باننا دايما بنفكر في النادي الاهلي، لكن لما حد يجيب سيرة النادي الاهلي وجب الرد. هو بيتكلم عن فكرة صعبة جدا، هي الفكرة مش فكرة إشادة أو عدم إشادة، هي فكرة لما أنت تكون عندك قناعات معينة وأنا مش قادر أقول لك إن قناعاتك دي غلط، فبجيب لك واحد قريب منك يقول لك إن قناعاتك دي غلط، بمعنى إيه؟ حد منتمي لنادي الزمالك اتكلم عن النادي الأهلي بشكل خطأ، فالأفضل أجيب حد من النادي الأهلي أو يعني معروف بانتماء النادي الأهلي، ولا حد كان كابتن مثلا تاريخي أو بيعمل في نادي الزمالك يقول لك اللي أنت بتقوله ده غلط؟ هو ده بالظبط اللي احنا بنجيب عليه الكابتن ياسر عبد الرؤوف عشان يرد عليك انت شخصيا. ليه؟ لان الكابتن ياسر عبد الرؤوف مش هتقدر تقول عليه بيجامل النادي الاهلي وهو شغال داخل قناه نادي الزمالك. هي بديهيات، بس احنا في وقت من الاوقات بنحاول نوضح حتى البديهيات. هل احنا بنخبي كوع وهم بيطلعوا كوع؟ لا، ما بنعملش كده. وفي نقطه انت قلتها مهمه جدا يا اسامه، ان كمان نوضحها للناس اكتر. كابتن ياسر عبد الرؤوف وهو بينقد النادي الاهلي في حاجه او بيحلل، انت واثق تماما ان هو الراجل هنا عمره ما هيجامل النادي الاهلي فيها داخل قناه الزمالك زي ما انت قلت. انما داخل قناه الزمالك لما يجي يقول لعبه على نادي الزمالك او ضد نادي الزمالك في اي شبهه ان الراجل ده يكون وهو قاعد بيتعمد ان هو يظلم الزمالك، ما اكيد ده شيء مستحيل. يعني مش داخل قناه الزمالك هيجيب لعبه الزمالك ليه حق فيها ويطلعه ماليش حق فيها. فعشان كده زي ما اسامه فهمكم فكره الاستشهاد بده. ولكن طيب الراجل ده نفسه بقى اثناء تاديه عمله زي ما احنا بنتكلم وتحليله للقطات
وفكرة ما بنحاولش نخبي، وشرحنا من شوية فكرة الكابتن ناصر عباس وهدف أيمن أشرف اللي اتقال داخل قناة النادي الأهلي إن هو فاول، رغم إن كان في رأي خبراء تحكيميين مغاير. طيب هل أنت بتوفر له اللي أنت بتقول عليه ده اللي هو الجو اللي فيه ادعاء مثالية ما بنشوفهاش؟ تعال نشوف ضربة جزاء نادي الزمالك اللي حسمت ليه المباراة واللي خد بسببها نقطتين غير مستحقتين بالمرة أمام النادي المصري. تعالوا نشوف اللقطة دي كابتن ياسر طلب فيها ايه واتعمل ولا لا من داخل قناة نادي الزمالك، نطلع ونشوف. طيب ادي كرة ضربة الجزاء التانية اللي تم احتسابها. لا دي بتاعت دي بتاعتنا، ايه رأيك فيها ضربة جزاء ولا لا؟ هنشوفها من اكتر من زاوية، وعايزين بس نتأكد من حاجة كده معينة. تمام طبعا من هنا هيبان، بس في كادر تاني اوضح منه. اهي كمل يعني برضو من هنا، بس في كادر تاني هيبقى اوضح. طب سيب من اوضح، انت شايف ايه؟ في طبعا لمسه يد، بس احنا عايزين نتاكد. طبعا هو ما شافش لمسه اليد في البدايه، وبعدين برضو ما يستدعاه وقال له ان في لمسه يد، وبالتالي حسب لمسه اليد وحسب ركله الجزاء. كنا عايزين نتاكد من وجود مخالفه من لاعب الزمالك قبل احتساب ركله الجزاء دي ولا لا، لان ده مهم، لان احنا لقينا لعيب بيقع وبعدين احنا مش عارفين هو وقع نتيجه دفع ولا نتيجه ايه. تمام، فقربت لو معانا كانوا يجيبوها لنا. دي ركله الجزاء اللي اتحسبت على الزمالك. انت ايه رايك فيها بقى؟ ونمشي واحده واحده. اهي ايده جنبه اهي، نفس الوضع ده تحت بطاطه كمان. ايده خارجه بره جسمه. يا ريت نتاكد ويا ريت يجيبوها، بس ما حدش جابها، لان اللعبه دي هي اللي وجهت نقطتين غير مستحقتين لنادي الزمالك. طيب ده اتكلمنا فيما يخص محاولة الكلام عن ان داخل قناة النادي الاهلي بنستشهد في حاجات لما تكون بصالحنا بس، وده ما قلناهوش. طب اللعبة نفسها بقى يا اسامة، هي ما جاتش، والكابتن ياسر عبد الرؤوف بقاله حلقتين او ثلاثة بيطلع، وكان في بعض الاوقات لما بيفوتوا حاجة بتجيله في الحلقة اللي بعدها، لكن هي مش هتيجي، اللقطة مش هتيجي. ليه مش هتيجي؟ لاننا هنسمع الفيديو ده اللي بيؤكد انها اصلا مش ركلة جزاء. راديو امبارح في اذاعه الشباب والرياضه في استوديو تحليلي برضو الماتش، فاحنا انا ما شفنا الكوره، ما خدناش بالنا خالص ان في زقه. يعني الكوره لما راحت لمحمد عبد الغني وجت في ايد مدافع المصري، انا ما شفتهاش ضربه جزاء. لا انا ما شفتش الزقه. لا انا شفتها، انا شفتها، انا زملكاوي جدا. بس انت لازم تبقى قاعد يعني. لا انا ما شفتهاش ساعه الماتش. بعد ما روحت. ايوه بعد ما روحت. بعد ما روحت. أيوة. يعني استوديو قعدت ساعه. خلي بالك انت خالص بس. يعني حتى في الاعاده في الماتش وبعد الماتش ما شفتهاش. لما روحت ولقيت ناس كاتبه على الفيسبوك، فبدات اجيب الكوره واركز، لقيت فعلا في بس رغم ان زملكاوي قوي، عشان بس الناس بتزعل، زملكاوي موت وفرحان الزمالك كسب. بس هي مش زقه قوي. ده الكابتن كريم حسن شحاته اللي بالفعل لما ما كانش بيخبي حاجه في قناه نادي الزمالك ما لقاش مكان في قناه نادي الزمالك، بيقول ان الكره فاول على لاعب نادي الزمالك قبل ما تكون لمسه يد. يا كابتن خالد يلي ما بتخبيش حاجه في قناه نادي الزمالك، ووضحنا لك الصوره كامله وجبنا لك كل حاجه اتكلمت فيها. بسبب ايه؟ بسبب انك ذكرت ان حكم الفار هو ابن اخو الكابتن ناصر عباس هنا، اللي بيعمل هنا خبير تحكيمي في قناه النادي الاهلي. اتمنى يا فارس يكون الرد وصل. الرد اعتقد وصله، بس عايز اسالك حاجتين. انت تعتقد ان لو كابتن كريم حسن شحاته كان لسه في قناه الزمالك كان هيعرض اللقطه دي ولا لا؟ طبعا كان هيعرضها. انا متفق معاك جدا. والحاجه الثانيه رساله لكابتن سيف. كابتن سيف من بعد المباراه ومن بعد اللعبه دي هو داخل الاستوديو مصمم ان فكره يعني زقه كده. انا مش عارف الخبير التحكيمي قدام كابتن سيف بيؤكد، وكابتن سيف تقريبا بدا يتاثر بضغوط كابتن حازم امام وكابتن ايمن يونس، وبدات المس ده في الاستوديوهات التحليليه. واتمنى من لاعبي النادي الاهلي المحللين ياخدوا بالهم ان القصه ما بقتش تحليل بس، ده في ناس بتوجه ناس لحاجات كتير جدا. ولكن نختم ده بقى ايه؟ من ان احنا نجيب اللقطه اللي نشوف راي الخبير التحكيمي فيها وهو كابتن احمد الشناوي، عشان نعرف اللقطه اللي ما اتعرضتش على قناه الزمالك كانت فيها ركلة جزاء مستحقة ولا كان في مخالفة قبلها. نطلع ونشوف كابتن أحمد الشناوي قال إيه عشان نبقى قفلنا الموضوع من بابه. هناك ركلة جزاء مستحقة على لمسة اليد، ولكن يسبقها مخالفة. أيوة. مخالفة من لاعب الزمالك وهي هدف لاعب المصري. وكان من المفترض على الفار أن يقدم له
يقول له في ركله جزاء وفي فاول وبيشيك عليهم البنا. الاجراءات دي اللي انا بقولها لك المفترض تتم. ايوه. وكان طالما هو البنا راح بص شاف ان في ركله جزاء وشاف في دفع بيخش ويكلم كابتن الفرقه وكابتن الفرقه كان ليكوا ركله جزاء بس عليكم فاول من انت في فاول قبل منها ويستأنف بالفاول اللي هو على. طب ما عملش كده ليه؟ ما اعرفش. طب هل اللقطه بتاعت الفار اللي اتعادت ما عرضوش الفار وعرضه لمس اليد؟ اعتقد اللعبه كابتن احمد الشناوي شرحها بوضوح ازاي كان فيها مخالفه قبل ضربه الجزاء اللي جابت للزمالك نقطتين غير مستحقتين. ولكن انا عندي سؤال لحكام مباريات الزمالك تحديدا، انتوا وراكوا حاجه؟ يعني داخل مباراه الزمالك بيبقى وراكوا حاجه مستعجلين عشانها عايزين نخلص المباراه ونروح؟ والله بجد مش فاهم. كابتن محمد الحنفي في الدقيقة الأخيرة صح عايز يلحق يروح. لا في حاجة غلط والله، أنا مقتنع تماما إن في حاجة غلط وما عنديش حسن نوايا، وبروتوكول الفار زي ما كنت بتكلم أنا وأسامة قبل الحلقة بيأكد إن أنت حقك تطلب الإعادات وتطلب زوايا وتعمل اللي أنت عايزه. محمد الحنفي جاء في مباراة سموحة في مباراة سموحة يا أسامة خلاص ده ما رضاش يعيدها ورجع الراجل بتاع الفار عشان يأكد إن الشيلة مش شيلته، رجع عرض اللقطة أكتر من مرة من زاوية تانية اللي هو يا جماعة هو مش عايز يشوف زاوية تانية. وسؤال، هو لو الحكم هنا طلب في مباراة المصري اللعبة من لقطة تانية كان الفار حتى لو هو يا سيدي ما قالهالكش تحقق؟ انما ايه فكره الاستعجال ده جماعه بعد اذنكم؟ يعني اللي وراه حاجه بعد ماتشات الزمالك ياخرها شويه عشان اعتقد عدد النقاط اللي بيزيد كده ما بقاش مقبول ابدا. انا عايز اقول لك حاجه بس ان احنا جبنا الكابتن احمد الشناوي على سبيل المثال للحصر. طبعا كل خبراء التحكيم اجمعوا ان ركله جزاء نادي الزمالك امام المصري هي ركله جزاء غير صحيحه، والضف في الصندوق اللي خلاص اتملى بجد 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 من النقاط اللي بياخدها نادي الزمالك دون وجه حق. ولو هم الحكام وراهم حاجه احنا هنا ما وراناش حاجه، عشان نبقى متفقين الموضوع ده اصبح فعلا 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 لا يقبل ابدا، وتظل فقره فار روم معاكم بتقف عند حاجات تستحق ان احنا نقف عندها. وعشان كده معانا بعد الفاصل جزء جديد جدا في مباراه الزمالك والاسماعيلي في الكاس. نطلع واوعى تروحوا في اي حته، ممكن تبص على نتيجه مباراه تشيلسي ومانشستر سيتي ولا يبص عشان ترجعوا لنا، انت قلبك جامد قوي. نطلع للفاصل ونرجع نكمل مع بعض. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنستكمل ما زلنا فقره فار روم، وبرضه ما زلنا بنستكمل فكره الحكم الاهلاوي واللي ابوه اهلاوي، وكلام كتير جدا اتقال عن الحكم امين عمر بعد مباراه الزمالك والاسماعيلي، وبدا يتقال من قبل المباراه وهيتقال بعد كل مباراه، وتاكدوا ان اي مباراه جايه هيبدا فيها دايما التحكيم المصري يتم الضغط عليه من قبل اعلام نادي الزمالك. الغريب ان وقت الجد ووقت المباريات الحساسه بيكونوا اول ناس متمسكين بان يكون الحكم المصري موجود عشان ناخد بطوله، ومع ذلك بيقولوا ان النادي الاهلي هو اللي بيتم مجاملته من التحكيم وبيكسب بالتحكيم. اعتقد الموسم ده بيوضح الصوره بشكل كبير جدا، والموسم اللي فات واعتقد احنا هنا من اول ما بدانا البرنامج واحنا راهنا على التحكيم، لاننا متاكدين ان النادي الاهلي ابعد نادي من الانديه اللي ممكن تحقق بطولات من خلال المجاملات التحكيمية. نطلع نشوف الكابتن خالد الغندور وهو بيتكلم في فيديو أنا بصنفه من الفيديوهات الكوميدية عن فكرة والد الكابتن أمين عمر. لا، نادي الزمالك لا يريد أمين عمر أن يحكم له مباريات مرة أخرى، لأن إحساسنا خلاص الراجل طلع مع كابتن شوبير قال أنا أبويا أهلاوي. طالما أبوك أهلاوي يبقى أنت كنت وأنت صغير أهلاوي، ما عنديش مشكلة. بس اللي بيحصل دوت من أمين عمر بهذه الصورة وتحمل الحكام لكل ردود افعال لعيبه مصر الا لعيبه الزمالك، لا، هناك علامات استفهام، ومن الواضح ان هناك يعني توجه ضد نادي الزمالك تحكيميا. انا هكون يعني هادي جدا يا كابتن، لان شياكتك كانت واضحه في الصوره دي، اللي اختار الصوره واضح ان هو رضا معد بيختار اشيك حاجه ليك يا كابتن خالد طلعت بيها. كابتن خالد غندور بيتكلم عن والد الكابتن امين عمر يا فارس، ان والده اهلاوي، وبما ان والده اهلاوي فبالضروره يكون امين عمر اهلاوي، وبالضروره كمان الحكم ينحي ضميره جانبا
ويحكم بميوله واهوائه. دي وجهه نظر كابتن خالد غندور للكابتن امين عمر. طيب قبل بقى ما نروح لرد في ده، في حاجه في كلام كابتن خالد غندور، انا عارف يا كابتن خالد غندور ان انت يعني مش على اطلاع كامل بالتاريخ، ولكن انت متخيل يا اسامه ان احنا كان عندنا مباريات بيحكمها الكابتن حسين امام عم الكابتن حماده امام، وكان صبحي نصير، وصبحي نصير، وغير كده كمان مباراه الترام الشهيره كابتن محمد حسن حلمي زمورة حكم الراي اللي تسبب في الازمه. انت متخيل ان بيجي حد بعد كل ده يتكلم في حكم والده انتمائه ايه؟ فاذا الحكم ده ايه؟ حضرتك احنا كنا بنلعب مع الزمالك ماتشات بحكم جد او عم كابتن حماده امام واخو لاعب، وبيبقى اللاعب موجود في الملعب واخوه حكم، وكنا بيتسبب لينا ضياع بطولات دوري بسبب كابتن حلمي زمورة وهو حكم راية. انت متخيل ان انا اجي اجتزئ قدام التاريخ؟ على فكرة لو انت حطيت المبدأ ده واحنا مشينا معاك فيه والله هتخسر كتير، بس انت غير معني بالتاريخ ومش فارق معاك الماضي، فارق معاك انك تضغط في المستقبل. طيب بما انك بتضغط في المستقبل، تعال نسمع امين عمر نفسه قال ايه عن ما يخص والده وانتمائه، ونرجع نعقب تعقيب بالمنطق من غير محاولة كذب جماهيرية أو محاولة إن أنا أشوف جمهوري عايز يقول إيه وأريحه وأقوله له. نطلع ونشوف أمين عمر قال إيه. هو والدك فعلا أهلاوي؟ أه أهلاوي عادي. عادي إيه المشكلة؟ أه. وجد الله يرحمه كان زملكاوي. أه عادي يعني كمان جداً. أه وكان بيتخانق مع والدي كتير جدا. أه عادي جدا. أه. ولما كان كابتن كان بيلعب في الدوري الممتاز كان اسكو بيلعب الاهلي، اقوى ماتشاته كان قدامنا ده كان سد منيع، كان الكابتن كان جد الله يرحمه بيروح يشجع اسكو، ولما كان بيلعب الزمالك فحتى كان ماتش قبل النهائي اسكو اتغلب 2-1، فكان جد الله يرحمه كان بيروح الاستاد ويشجع الكابتن، ما بيفصل برضك اللي هو زملكاوي بس هو اهم حاجه ابنه. والدي نفس الحكايه، هو اهم حاجه عنده امين، مش مش مهم الاهلي ولا زمالك، لا هو اهم حاجه ابنه اللي ينجح والتحكيم المصري ينجح. يعني هل ده كلام ممكن يتاخد منه ان امين عمر اهلاوي عشان والده اهلاوي؟ طب ما بالمنطق المجرد كابتن امين عمر اللي والده اهلاوي جده زملكاوي، يمكن طلع لجده بالظبط. انت ايه اللي خلاك تحسم ان هو بما ان والده اهلاوي يبقى هو لازم هيبقى اهلاوي؟ وايه وجه استخدام ده على فكره؟ يعني استخدام الاسقاط ده فيما يخص ادائه في مباراه تحكيميه ده اتهام صريح بالتلاعب في نتيجة المباراة، والله العظيم ليس له أي تفسير غير كده. فيعني في إن احنا ناخد بالنا من شوية في بعض الأمور اللي زي دي، لأن سمعة الناس مختلفة تماما عن الجو اللي بيتعمل على الهوا ده. بص يا فارس، هو الحقيقة لو حد عاوز يقول لحكم إن أنت أبوك أهلاوي فبالتالي وارد جدا إن أنت تبقى متهم بمجاملة النادي الأهلي، ممكن أي حد في مصر يقولها إلا الكابتن خالد غندور. ليه؟ عشان لما نسمع الفيديو ده الكابتن خالد غندور المفترض يشوف النماذج اللي ممكن أب أهلاوي ويطلع حد تاني مش أهلاوي خالص. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. قالك سؤال وهتجاوبني عليه إقرار واعتراف بجد، يلا. تقر وتعترف إنك كنت أهلاوي قبل ما تنضم للزمالك، وإنك كنت في نادي مدينة نصر كنت قريب جدا من انضمام النادي الأهلي، بل إنك رحت النادي الأهلي بالفعل، ولكن في ظروف ما خلتكش تنضم للنادي الاهلي في الاخر؟ بص يا كابتن، انا وانا صغير كنت ابويا اهلاوي جدا. تمام وكنت بروح معاه الماتشات. حلو. ماتشات يعني انا رحت مثلا اقول لحضرتك، فاكر ماتش رحت كوتوكو. الكوتوكو اللي كانت محمود خطيب جاب جولين. كنت رايح مع ابويا مشجع الاهلي. حلو. تمام. رحت ماتش كان طارق عبد العليم حارس المرمى والزمالك جاب جون ومجدي طلبه غلط في واحده، ايمن شوقي جاب التعادل او حسام حسن جاب التعادل بهد كده، مش واحد واحد في الاخر، في اخر 10 دقائق كنا كسبانين 1-0، الزمالك كان كسبان 1-0 والاهلي، بس ده كان ايمن يونس مش فاكر، ايمن يونس او ايمن يونس وفي ماتش تاني كمان مجدي طلبه غلط للمجدي عبد الغني ايمن شوقي ده 2-1 ايمن شوقي اللي جاب الجون، الاهلي كسب 2-1 مش فاكر الماتش ده 2-1 ايمن شوقي جاب وفي افريقيا حضرت كل الماتشات يعني منها ماتش كوتوكو حضرت ماتش شجعت الاهلي في المدرجات ماتش كابتن محمود الخطيب اللي كوتوكو 3-0 ده كان والدي اهلاوي رهيب. انت كده معدي امين عمر بزياده وزياده. ليه بقى؟ كابتن امين عمر كان جده زملكاوي وابوه اهلاوي، لكن ما لفش ورا النادي الاهلي المدرجات مع والده
يشجع النادي الأهلي في مباريات أفريقية وكمان مباريات محلية كان طرفها هو نادي الزمالك. أنت بقى لما تقعد بعد التصريح ده ليه ظنيت في الكابتن أمين عمر إن هو ممكن يجامل النادي الأهلي وأنت أبعد واحد ممكن يجامل النادي الأهلي نموذج حي أنت بتمثله للوالد الأهلاوي والابن اللي اترفض في نادي الأهلي فبقى عنده كمية طاقات سلبية عايز يفرغها فخلاص توجه بشكل زي اللي احنا بنشوفه ده في الإعلام ضد النادي الأهلي. فلو القصة أب أهلاوي فأعتقد والد الكابتن أمين عمر زي والد الكابتن خالد غندور الاتنين أهلاوية، ولكن الفرق في أمين عمر اللي احنا بالتأكيد حاسين أو نتوسم فيه ده إنه بيحكم بضميره، دي نقطة مهمة جدا. ولكن خلينا نبعد خالص عن فكرة الأب الأهلاوي والجد الزملكاوي، هو أصلا الكابتن أمين عمر غلط معاك في إيه في المباراة؟ إيه اللي حصل في المباراة خلاك تستدعي فكرة إن الكابتن أمين عمر أهلاوي؟ أنا بقى معاك في ده لأن إحنا هنسيبنا فعلا من افتراض أهلاوي ولا زملكاوي، بس في النهاية أنا ليا أداء حكم في المباراة ممكن يخليني أقيم أنا أقدر أقول عنه إيه، لدرجة إن كابتن سمير عثمان في مباراة بيراميدز والزمالك خرج قال لكابتن جهاد جريشة يا جهاد حب نفسك أكتر ما تحب بعض الفرق أو حب نفسك أكتر من أي حاجة تانية. دي رسالة صريحة على فكرة، مش معنى كده إن كابتن جهاد زملكاوي، بس معناها تحكيميا إن كابتن جهاد اتخذ من القرارات اللي ألحق ضرر بالفريق بيراميدز أكتر من إن هو مفترض يؤدي أداء تحكيمي محترف. ده اللي ممكن أعلق عليه بعيدا عن الانتباهات. كابتن بقى أمين عمر اللي بيتقال عليه أهلاوي عمل إيه في مباراة الإسماعيلي والزمالك؟ عمل إيه؟ يعني نفسنا نفهم هو عمل إيه؟ مفترض من الحكم يؤدي إزاي عشان ما يتحسبش إن هو أهلاوي؟ نشوف الفيديو ده اللي بيتكلم عن لقطة طرد بن شرقي، وضعها إيه؟ وتصنيفها إيه؟ ولا البعض اتعود على فكرة الحصانة بتاعت طارق حامد إن كل لاعبي الزمالك معاهم نفس الحصانة؟ نطلع ونشوف الفيديو عشان نشوف كابتن أمين عمر اللي وصف بأنه أهلاوي يستدعي الموضوع ده ولا لا. نطلع ونشوف. ايه ادى لبن شرقي ايه؟ انذار. انذار لعبه مستحقه الانذار. ناس تقولك دي ممكن طرد مباشر ايا كان، صحيح. خلاص هو ادى هنا عمل ايه؟ الحكم عمل ايه؟ خد قرار ولا ما خدش قرار يا كابتن ايمن؟ خد قرار. خد القرار. نيجي هنا بقى شوفوا، نفسي تشوفوا الرياكشن بتاع بن شرقي بعد كده عمل ايه. شوف نشوف عمل ايه هنا بقى. بيضرب الكوره في الارض بالشكل ده، صحيح. ده اسمه ايه؟ امتعاض على قرار ايه؟ حكم. الحكم طبقا للقانون الاعتراض او الامتعاض على قرار الحكم سواء بالقول او بالاشاره انذار، يعني نص واضح. يبقى اذا هنا النهارده لازم كان يديله الانذار الثاني ويطرده، صحيح. يبقى اذا النهارده امين عمر ما عملش غير القانون. انا وجهة نظري الشخصية الاول ان كابتن امين عمر عمل اقل من القانون شوية، لان انا رأيي الشخصي، يعني هنا ما بتكلمش عن روح لله، رأيي ان هي طرد مباشر لان في تعمد ايذاء، ولكن هنروح لان هي انذار. طب اللعبة اللي بعد الانذار وطريقة التعامل مع الكرة زي ما قال كابتن احمد الشناوي ان هي قانونا بشكل رسمي ما ينفعش يعمل فيها غير انه يدي الانذار الثاني ويطرد اللاعب. إذن هنا عمل إيه أمين عمر يستدعي إنه يتقال إنه خالف القانون؟ وكل المشكلة دي يا أسامة سببها إن لاعبي الزمالك بيطبق عليهم القانون مؤخرا، يعني القانون لسه داخل جديد على لاعبي الزمالك في تطبيقه تحكيميا، فالمنظومة بالكامل مش مستوعبة الموضوع. بالضبط. بص أنت طالما معتاد على أخطاء تحكيمية نفسية دايما لصالحك لصالحك طبعا. لصالحك، وقت ما يجي يطبق عليك بعض العدالة هتستشعر ان انت وقع عليك ظلم بين. والفيديو اللي جاي ده ليس للاشاده يا كابتن خالد، ولكن للاقناع ان مش بس الكابتن احمد الشناوي اللي قال الحاله دي تستحق الطرد، دي اتقالت وانت قاعد قدامه من الكابتن ياسر عبد الرؤوف. فنشوف الفيديو. هي حاله مخالفه تمام وكان معاها انذار، وبعدين حصل اعتراض من اللاعب فالحكم اكد له على انذار ثاني وبعدين طلع كارت احمر. خلاص هو طبعا قدام الزراعة موجود تمام. وبعدين هو مسك الكوره وطبعا برضو في عصبيه من الجهاز اهي تمام نجيبها اهي خلاص ادي تمام
اوكي وادى ادى الانذار. بص يا كابتن رد فعل يا كابتن. اعتراض يا خالد اعتراض. خليك يا كابتن. اعتقد واضحه جدا الانذار الثاني مستحق ويستحق الطرد. وبعدين فكره ان احنا نجيب لقطه من لاعب للنادي الاهلي في موسم ماضي وتحديدا لقطه الكابتن محمد الشناوي مع الكابتن ابراهيم نور الدين، وقتها كان في ملابسات صعبه جدا من الكابتن ابراهيم نور الدين وفي اخطاء تحكيميه لصالح النادي الاهلي منها ركله جزاء واضحه وضوح الشمس تجاهلها الكابتن ابراهيم نور الدين، فما تجتزئش حاله اللاعب اللي احنا وقتها قلنا المفترض يا شناوي تكون اهدى من كده وانتقدنا موقف الشناوي، لكن الحاله في المباراه ما ينفعش تجتزئ منها، فبالتالي هتروح تجيب قديم، هنروح نجيب صور شيكابالا ونتكلم في باسم مرسي ونقعد نلف في الدايره دي بشكل غير طبيعي. في النهايه امين عمر طبق عليك القانون طبقا لاراء خبراء التحكيم. يمكن امين عمر طبق عليك القانون في المباراه دي، بس باقي تاريخك مع امين عمر بتتعرض لهزائم كتيره، مثلا بتتعرض لظلم تحكيمي كتير جدا. لو استعرضنا تاريخك وتاريخ النادي الاهلي مع امين عمر، احنا لو بنفكر بطريقتك يا كابتن خالد هنطلع نقول ده امين عمر نفسه زملكاوي طالع لجده، طالع لجده. ده جاب الفول مارك بالزبط. في حكم بيجيب الفول مارك مع فريق 22 مباراه 18 فوز للزمالك 4 تعادل، مفيش اي هزيمه اتهزمها نادي الزمالك في وجود امين عمر حكم للساحه. الله اكبر ما شاء الله عليه. اما مع النادي الاهلي امين عمر 14 مباراه 9 فوز 3 تعادل 2 هزيمه. ده ارقام امين عمر مع الزمالك ومع الاهلي، ومع ذلك بيتم انتقاده واتهامه، او هي اتهامه ملهاش معنى تاني، اتهامه ان هو بيجامل النادي الزمالك، بيجامل النادي الاهلي وبيجي على نادي الزمالك وبيظلم نادي الزمالك. وارد البعض يا فارس يقول لك ايه، طب ما انت جايب لي ارقام، ما يمكن في خلال المباريات دي نادي الزمالك كان قادر ان هو يتغلب على المنافس والخصم، والنادي الاهلي كان بيتم مساعدته لانه ما كانش قادر يتغلب على المنافس، والمباريات اللي اتغلب فيها النادي الاهلي دي اتجامل واتغلب برضه. وارد كلامك ده يستدعي ان احنا نشوف امين عمر في مباراه الاهلي وانبي كانت قراراته ايه ضد النادي الاهلي، عشان نعرف كابتن امين عمر طالع لوالده ولا لجده. نطلع نشوف الفيديو. ادي الكره بتتلعب كمل، وادي الماسكه اهو يا كابتن اهو. طب من بره ولا من جوه يا كابتن؟ انا هنا، هو كان ماسكه بره. اه كويس. وبعدين سابه فين لغايه دلوقتي؟ هنا اختفت عندنا. سابه كان سابه ولا لا؟ اختفى. فخلينا اعتبره ماسك، مش هقول بره ولا جوه، لكن هقول الماسك ده على الاقل ركله حره مباشره، واذا كانت جوه ركله جزاء وطرد للاعب تمبي، ودي تفرق في كتير جدا في الفرق. ادي وليد سليمان وهناك دفع، يمكن يكون اوضح كمان من اللعبه الاولانيه اهو. ادي وليد وادي الدفع اهو، يتحسب هنا دي فاول داخل المنطقه، داخل المنطقه. نعم. اذا دي ركله جزاء هترتد، راحت هنا عماد داخل، الرجلين اتحطت. كمل اهو، ما راحش للكوره اللاعب. طيب انا هل هنا في اهمال من اللاعب المدافع انه حط رجليه في المكان ده عشان تصطدم بعماد، ولا هل عماد هنا هو اللي راح عشان يصطدم بيه؟ عماد خد الكوره ورايح للكوره، الرجل اللي اتحط دي هي اللي منعته من انه يوصل للكوره. انا في تقديري ان هي فاول، ركله حره مباشره، بمعنى انها داخل منطقه الجزاء، يعني ركله جزاء لصالح عماد. الفقره دي يا جماعه مفترض كده تتاخد تحت شعار وثائقي. يعني احنا متخيلين الحكم اللي ما عملش اي قرار خطا في مباراه الزمالك والاسماعيلي بيتقال عليه اهلاوي، وهو الزمالك ما خسرش معاه خالص، وهو اللي في موسم فوز الزمالك بالدوري كان عنده 3 ضربات جزاء لصالح النادي الاهلي لم تحتسب في واقعه غريبه جدا ادت ان النادي الاهلي يخسر نقاط في موسم مهم جدا. يعني هل يفترض اي حد موجود في الدنيا ان الحكم ده يتقال عليه اهلاوي؟ يا جماعه كان بيتقال بشكل غير مباشر ان مفترض الحكم ينزل مباراه الزمالك فكره يا بلن يا طرد. اعتقد انتوا فاكرين المقوله الشهيره دي، مين اللي قالها؟ يا ضرب الجزاء يا طرد. بص الغريب ان ده على سبيل المثال للحصر، والثلاث ركلات جزاء دولت في مباراه واحده، يعني ما خدش باله لا من الاولى ولا من الثانيه ولا من الثالثه. طب نجيب لكم برضو نموذج من مباريات امين عمر مع نادي الزمالك واخطاء تحكيميه مع نادي الزمالك في مباراه المقاولين العرب.
انت دخلت عليا كده مفاجاه بصراحه. عفوا كابتن شوقي. في مباراه المقاولين العرب اتحسب للزمالك ركله جزاء ايام الحكم الخامس. احنا بنجيب لكم يا جماعه من الحكم الخامس وحكم الفار. فاتحسب ركله جزاء على نادي الزمالك بسبب الحكم الخامس في كره كانت مع كاسونجو ومدافع المقاولين استعرضناها قبل كده 30 سنتي. في لقطه ثانيه بقى نفس المكان في نفس منطقه الجزاء ولكن لمست يد على احمد ابو الفتوح. فاكرين لما قلت لكم احمد ابو الفتوح محصن ضد ضربات الجزاء بسبب لمسه اليد؟ ده اللي بيحصل بالظبط. دي قدام عين الكابتن امين عمر في مباراه الزمالك والمقاولين اللي اتحسب فيها ركله جزاء. شايف بقى الكابتن امين عمر بيعمل ايه؟ بيشاور ان مفيش حاجه وبينه وبين احمد ابو الفتوح خطوه ونص. لا صفر ولا بص. الكابتن امين عمر دي الاخطاء التحكيميه اللي بيتم اتهام الكابتن امين عمر ان هو طالع لوالده وجاي على نادي الزمالك. القاعدة عند بعض الإعلاميين في نادي الزمالك إن الشك في صالح الزمالك والعدالة هي الظلم البين لنادي الزمالك. كنتم معانا في فقرة مخيفة. إذا كان الحكم اللي ده سجله مع نادي الزمالك هو حكم أهلاوي، فتخيل كده مطلوب أي حكم تاني يتعمل منه إيه في مباريات الزمالك. أعتقد بتتردد في ودني وانا بتكلم يا اسامه مقوله عايزين حكم بيحبه وجبنا له الحكم اللي بيحبه. ربنا يستر الموسم ده لان الامور غير مبشره خالص. نطلع بقى الفاصل ونرجع عشان معانا حد محتاج يفتكر ويعرف يعني ايه النادي الاهلي. نطلع للفاصل وما تروحوش بقى في اي حته، وماتش تشيلسي انسوه خالص لان الدقايق اللي جايه في الاهلي خط احمر حرجه اكتر من المباراه. نشوفكم بعد كده. اهلا بيكم من جديد وفقره ريمونتادا. الحقيقه من بدايه البرنامج واحنا دايما بنتكلم وبعض الاشخاص اللي بنستضيفهم هنا بنكن لهم تقدير واحترام وهم لما بيكونوا بيقدروا النادي الاهلي وبيحترموه، والبعض الاخر بنستضيفهم هنا نعقب على كلامهم. وعندي مقوله واضحه جدا ان احنا لما بنستضيفهم هنا ليس من قيمتهم بل من قيمه النادي الاهلي، والبعض يكتسب قيمه من التناول أو التجاوز في حق النادي الأهلي لا يستحقها. أحدهم يخرج وما عندناش أي مشكلة إطلاقا مع أي حد يشوف في النادي الأهلي أي انتقادات ولكن يتعامل برقي في اختيار الكلمات، لكن ما حدث على قناة نادي الزمالك كان يجب أننا يكون معانا وقفة، ووقفة قوية جدا، لأن النادي الأهلي قيمة كبيرة ومن يجهل قيمة النادي الأهلي يقلل من شأنه هو لا من شأن النادي الأهلي. أحمد عفيفي مقدم في برنامج على قناة نادي الزمالك طلع يتكلم عن النادي الأهلي. نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم جدا من قيمة النادي الأهلي. فاز الزمالك اليوم على المصري في مباراة ملحمية، لكننا مش هننسى أن الزمالك هيلعب كمان بعد المباراة دي يوم 27 ثم يوم 30، ولو فزنا إن شاء الله على الإسماعيلي هنلعب كمان يوم 4 يونيو في كاس مصر. علما بان ما احنا مش هننسى، مش عشان قلناها مره هنروح ننام وننسى، لا مش هننسى. علما بان بنهايه شهر 5 هيكون الزمالك لاعب 6 ماتشات في الدوري، 6 في الدوري اكتر من الاهلي، بالاضافه الى جوله في الكاس اكتر من الاهلي. السؤال الذي حير الملايين، طبعا مش هتكلم بقى عن فكره تكافؤ فرص وفرقتين بينافسوا، فطبعا الكلام ده احنا المفروض نكون نسيناه، يعني دي رفاهيات، دي مشاكل عالم اول مش المفروض نتكلم عنها اصلا. لكن خلينا نتكلم بالارقام. انسى بقى تكافؤ الفرص انسى انسى. ارقام 6 ماتشات اكتر واحنا بنلعب دوري، ففي مرحله ما في لحظه ما من عمر البشريه الاهلي هيحتاج يعوض الست ماتشات دول عشان نبقى لاعبين قد بعض. هيعوض امتى؟ وهيعوض ازاي؟ هتحط له ماتش كل يومين مثلا؟ هيعيط وهتعمل له اللي هو عايزه، دي قصه حياتنا. قصه حياتنا، يعيط تعمله اللي هو عايزه، حتى لو كان بيغير لائحه بطوله، حتى لو اي حاجه، بيعيط بياخد اللي هو عايزه. فانت مش هتعمل كده. مش هتضغطه. هتحطه في رينج طبيعي من المباريات، لما يكون بيلعب الرينج الطبيعي من المباريات دي احنا هنكون بنعمل ايه؟ انا دوري ايه في الفيلم ده؟
كان ممكن يكون السؤال منطقي فكان ممكن يتم التجاهل او يكون الرد بشيء منطقي، واحنا هنا معتادين على الرد بما هو منطقي. اما فكره المصطلح اللي اتقال عن النادي الاهلي فانا قلت ده مش تقليل من قيمه النادي الاهلي، ده شخص غير مدرك لقيمه النادي الاهلي. وهنا بنضع الصوره امام المجلس الاعلى للاعلام وامام اللجنه اللي بتدير نادي الزمالك اللي لسه اشدنا بيها في بدايه الحلقه وقلنا ان سلوك طيب فكره التهنئه للنادي الاهلي بالحصول على السوبر. الكابتن حسين لبيب ايضا عمل سلوك طيب من يومين لما بعض اللاعبين مواليد 2003 طلعوا احتفلوا على طريقه شيكابالا بالخروج عن النص، كان في عقوبه ليهم والاحد المسؤولين في الجهاز الفني. نتوسم في الكابتن حسين لبيب يضع حدا للتجاوزات في داخل قناه نادي الزمالك تجاه النادي الاهلي. ده بخصوص الجمله السلبيه. عايز تقول حاجه؟ في تعقيب طبعا يا احمد، لان جمله زي دي لا يمكن ان هي تتقال على الشاشه واحنا قاعدين والواحد يتجاوزها وهحذو حذوك ومش هرد على اللفظ نفسه، لان اللفظ ده على شاشه النادي الاهلي لو انا رديت عليه اعتقد الرد هيكون قاسي بس مش هينفع على شاشه قناه النادي الاهلي. بس دكتور احمد خالد توفيق لمقوله بتتكلم ان البعض بيجبرك ان تصمت من الاشمئزاز ويعتقد ان هو افحمك، ولكن هو ما قالش اي حاجه هو افحمك بيها، هو فعلا اثار اشمئزازك، وده اللي حسيته لما سمعت اللفظ ده، لان احنا فعلا مش هنقدر نرد فيه، مش لاننا ما عندناش رد، احنا عندنا رد قوي قوي، ورد ممكن يوجع، ورد ممكن يزعل، ورد ممكن يخلي حد يتكسف يطلع على الشاشه تاني، وانا بعني اللي بقوله كويس قوي، بس لاننا جوه مؤسسه يا احمد زي ما انت قلت بتجبرنا ان احنا على الشاشه ما نقدرش ان احنا نرد عليك بنفس منطقك، لان هنبقى صغيرين قوي، ولو في حد صغير قوي ما ينفعش انت كمان تبقى صغير زيه. اما اللي يخص يا احمد حقوق النادي الاهلي واللي يخص المغالطات اللي قالها اعتقد عندنا كثير من الرد، بس كان لازم اعقب على اللفظ اللي اتقال ده لان هو اتقال على النادي الاهلي واحنا الاثنين قاعدين. بالتاكيد يا فارس، والحقيقه هو عنده سؤال منطقي، هو انا هقعد اتفرج لما النادي الاهلي يلعب مؤجلاته؟ ده رقم واحد. هو انا ليه مضغوط كنادي الزمالك وبلعب مبارياتي في الدوري؟ ده رقم اتنين. خلينا في السؤال الاول، هو انت كده كده كنت هتقعد في فتره من الفترات تتفرج، صحيح؟ اما انك تقعد تتفرج والنادي الاهلي بيلعب كاس العالم للانديه وتقعد معاك باقي الفرق تنتظر عوده النادي الاهلي وهو بيمثل الكره المصريه افضل تمثيل على مستوى عالمي، واما انك تستكمل هذه القعده قدام مباريات النادي الاهلي في دور الثمانيه وهو بيلاعب صن داونز وكمان هيطلع على قطر بيلعب على السوبر الافريقي، عندك حل انك تتفرج الاوقات دي تقعد كده وتقعد تتفرج على النادي الاهلي. والحل الثاني ان وقت ما يتم توقف الدوري تقعد تتفرج على النادي الاهلي وهو بيلعب مبارياته المحليه، فانت اختار امتى بالظبط محتاج تقعد تتفرج على النادي الاهلي، لان انت كده كده هتقعد تتفرج على النادي الاهلي لان انت طموحاتك انتهت عند دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو انت مضغوط عن باقي فرق كره القدم المصريه؟ يعني هل انت محطوط لك مباريات مسبقه من جدول الدوري وبتلعب في وقت مش طبيعي للاسابيع اللي بتتلعب كل الفرق بتلعب فيها؟ السؤال ده الاجابه عنده جدول الدوري نفسه. نشوف الفرق لعبت كام مباراه حتى هذه اللحظه، حتى تاريخ الحلقه يوم السبت 29 مايو، مباريات كل فرق بالدوري. ثلاث فرق لعبوا 25 مباراه، الاتحاد والمصري وغزل المحله. تسع فرق لعبت 24 مباراه من ضمنهم نادي الزمالك. يعني معانا 12 فريق معظم الفرق لعبت 24 مباراه على الاقل. في ثلاث فرق لعبت 23 مباراه، بديهي تفهم ان الفرق دي متاجل لها مباراه مع النادي الاهلي. وفريق لعب 22 مباراه وفريق لعب 21 مباراه هو فريق بيراميدز لانه مشارك في البطوله الكونفدراليه ولسه مكمل ما طلعش من دور المجموعات. وفريق لعب 19 مباراه وهذا الفريق بالطبع هو النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيدفع ضريبه تمثيل كره القدم المصريه على المستوى العالمي وعلى المستوى الافريقي. فارس، اعتقد يا اسامه وضحنا جزء هام جدا على لسانك اللي هو وضع النادي الاهلي ليس استثنائيا
ولكن احنا قلنا كان النادي الاهلي عنده التزامات واعتبارات معينه. لا هو النادي الاهلي استثنائي. انا فارس. لا لا ان هو إن مش استثنائي مستثنى. هو عنده التزامات اجبرت وادت ان هو يلعب عدد المباريات ده بالشكل ده. واسامه قال الخيار كان واضح، يا تقعد تتفرج يا تلعب الوضع الطبيعي خلال فتره لعب النادي الاهلي في منافسات اخرى. طيب تعالوا نشوف من بعد 27 نوفمبر اللي هي مباراة القضية الشهيرة، وانا اسف اني بفكرك بالذكرى السيئة دي، يعني مباريات الاهلي من 27 نوفمبر 36 مباراة، لعب مباراة السوبر افريقي، 3 كاس عام للاندية، واسامة زي ما انت قلت دي كانت فترة سفر ودخول في قاعة طبية فوقت اطول، وانت رحت كنت بترجع منها على قطر لافريقيا، و10 مباريات في دوري ابطال افريقيا، بتسافر بتلعب في دور الثمانية زي ما احنا قلنا، ورحت مباراة سان داونز كمان، عندك 19 مباراة في الدوري المصري وثلاث مباريات في الكاس. ده كانت في الفترة من 27 نوفمبر. طب الزمالك، هو قبل الزمالك هو لو كان سأل السؤال يا فارس اللي المفترض كان يسأله هو ليه النادي الأهلي لعب 19 مباراة بس، كان هيبقى السؤال أكثر منطقية وكان برضه هتكون دي الإجابة. طبعا هالتوقيت توقيت النادي الأهلي كان ممكن يلعب فيه وما لعبش فيه. المباريات اللي استعرضناها دلوقتي 36 مباراة، منهم 9 مباريات خارج حدود الوطن، 9 مباريات بره مصر، مقابل 3 مباريات فقط لا غير لنادي الزمالك بره مصر. ليه؟ لان نادي الزمالك خرج من دور المجموعات والفرقه اللي بتلعب 32 انسحبت. دي مباراه نادي الزمالك من نفس المباراه 27 نوفمبر اللي بتعتبر مجازا، هي تقريبا بدايه الاسبوع الموسم لان الموسم ملتحم. لعب اقل من النادي الاهلي 3 مباريات، 6 دوري ابطال افريقيا لان خرجت من دور المجموعات، 3 كاس مصر، 24 دوري مصري. إذن على مستوى السيزون أو الموسم النادي الأهلي لعب مباريات أكتر. كمان على مستوى الخروج خارج الوطن، النادي الأهلي خرج عشان يلعب 9 مباريات مقابل 3 مباريات فقط لغير لنادي الزمالك. فبالتالي النادي الأهلي هو أكثر منك انضغاطا في عدد مباريات. طيب إحنا هنا عندنا طرحين، جزء فيه النادي الاهلي مش طرف، نبسط لكم الموضوع او ابسطها لك، وانت عارف طبعا الجمله دي كانت شهيره بتتقال مين، ابسطها لك يا سيدي. النادي الاهلي فيما يخص ما يتعلق به هو، النادي الاهلي لعب مباريات مضغوطه ما كانش عنده اي مساحه زمنيه يلعب فيها وما لعبش. طيب ده فيما يخص النادي الاهلي. فيما يخص نادي الزمالك اللي انت بتشوف ان هو لعب مباريات مضغوطه وما كانش مفترض يلعبها. طيب احنا عندنا سيناريو، ايه رايك والنادي الاهلي غير متضرر تماما، ان بما ان النادي الاهلي في بعض الفرق لعبت 24 جوله وعندك النادي الاهلي لعب 19، نرجع نلعب مثلا الجوله ال20 وكل فرق الدوري لان هي حقها تفرج. على فكره انت طالما بتتكلم بقى عن احتراف ودول عالم اول، انت ما بتتكلمش عن نفسك بس، اهدافك التنافسيه الشخصيه دي تخصك انت، احنا بنتكلم عن اطار الدوري كله. تعال نشوف كل فرقه حقها انا مش هلعب غير لما النادي الاهلي او اكس من الانديه يكون على نفس عدد المباريات، فنلعب الاسبوع ال20 مع فرقه وكل الدوري بيتفرج، الاسبوع ال21 وكل الدوري بيتفرج. الست مباريات اللي مزعلينك دول اقعدوا اتفرجوا واحنا موافقين. ما عندناش اي مشكله. طيب هتيجي تقول لي لا انا ما كنت، انا كنت عايز السيناريو بتاع ان انا اقعد اتفرج ده، بس ده ما حصلش. عايزه على لسان مين؟ على لسانك انت كعفيفي ولا على لسان ناديك؟ هو ده اللي لازم افهمه. اعلامك جزء كبير منه كان عنده راي اخر. تعالى نسمع إعلامي آخر برضو منتمي لنادي الزمالك كان عنده وجهة نظر مغايرة. إذن حتى فكرة أن أنت اتضغطت غصب عنك أو أنت ما كنتش عايز كده أو كنت كنادي عندك توجه آخر برضو مش حقيقية. نسمع الفيديو ده ونرجع نعقب. هتكثف على الدوري كله مباريات لأنه الزمالك دلوقتي والإسماعيلي وكل الفرق هيبقى اللي عامل 28 ماتش واللي عامل 29 ماتش والأهلي عامل 20 ففي أو 21 في 8 أسابيع موجوده ظاهره كده، ازاي اقدر اعوضها؟ ما تبقى مشكله على النادي الاهلي نفسه لان هيلعب مضغوط جدا، خصوصا كل ما الزمالك بيكسب كل ما بيسبب لك ضغط ان انت عايز تكسب كل المباريات. هنا بقى هتبقى عشان كده لو اداره الزمالك تسالني انا كنت مثلا من اسبوع 10 ايام اقول لا الموضوع في عدم تكافؤ فرص، لكن انا في اللحظه دي بالاداء اللي شفته في المباريات بتاعه الزمالك الاخيره والقدره والرغبه والحماس والقتال أو لا، أنا الزمالك يكمل على الأقل يأدي مبارياته في شهر 6 تماما كم مباراة اللي يلعبهم، ويبقى صحيح عامل 28 أسبوع، لكن هيبقى الأهلي ممكن ما يلعبش أي حاجة في شهر 6
وبالتالي ممكن يبقى عدد الفرق النقط داخل في 25 نقطة. شكلها كتير رغم ان المباراة قليل، لكن هيبقى في حاجة مهمة قوي بالنسبة لي، انك حطت على كاهل نادي الاهلي انك تفوز. إذن كان في طرح آخر بيرتقي إن ضغط نادي الأهلي بالمباريات اللي انت هتلعبها زيادة هيأدي نفسياً إن هو يبقى عنده جاب كبير قوي في عدد النقاط اللي عايز يعوضها، وممكن ده يأثر عليه. طب ده رأي إعلامي، رأي النادي نفسه اللي استطلع المدير الفني اللي انت سبت الكلام ده كله وروقت المظلومية غير منطقية. قال إيه؟ قال وتلقى المجلس إجابة واضحة، على فكرة ده على موقعك الرسمي، من كارتيرون بأنه وضع برنامج إعداد الفريق لمباريات الدوري والكأس خلال هذه الفترة بناء على الجدول المضغوط الذي تسلمه منذ فترة من اتحاد الكرة، ولذلك تم الاتفاق على احترام الجدول المرسل من اتحاد الكرة بناء على رؤية المدير الفني للفريق، وأن المدير الفني سيلتزم بالجدول الذي وضع أساسه التدريبي عليه. إذن هنا عندنا طرح النادي الاهلي قال ان هو مش متضرر فيه لو انت عايز تعمل اللي انت عايزه. عندك طرح اعلامي اخر جواك انت شايف ان لا انا اضغط الاهلي، وطرح فني اللي هو اهم من اي حاجه قال لا انا مصلحتي ان انا العب بالشكل ده. طب اذا النادي الاهلي هنا بيشتكي من ايه؟ وانا همشيها يشتكي ومش هقول اللفظ اللي انت قلته. النادي الاهلي غير متضرر حاجه، النادي الاهلي ما اتيحش ليه يا اسامه زي ما انت قلت يلعب اي مباراه في وقت تاني وما لعبهاش. هو السؤال هو انت اللي بتشتكي من ايه، مش النادي الاهلي بيشتكي ايه؟ لان الحقيقه القرار الرسمي لمجلس اداره نادي الزمالك والمدير الفني بالزبط. المنوط بيهم تحديد ان هم مضغوطين ولا مش مضغوطين، هم نفسهم عاملين جدول زمني وعاملين اعداد بدني وحاطين خريطه الطريق ليهم على المباراه دي يلعبوها بدون اي شكوى منهم. فالوحيد اللي حاليا بيشتكي حضرتك وبعض الاعلاميين اللي برضه بيفكروا بنفس منطقك، ولكن في النهايه انت ليك سؤال منطقي جاوبنا عليك في جزء مهم جدا من السؤال المنطقي. الجزء الاخر بقى هي فين شكوى النادي الاهلي اللي حضرتك متخيل ان النادي الاهلي كل ما يتضغط يطلع يشتكي؟ انت بتتكلم عن الموسم ده صح؟ الموسم ده النادي الاهلي كان راجع من قطر بكاس العالم للانديه وكان عنده ضغط مباريات سواء هيلعب افريقيا او مع كاس او بطوله كاس مصر وكمان هيسافر الخارج وما تكلمش. مين اللي اتكلم؟ نادي الزمالك. تخيل نادي الزمالك هو اللي اشتكى، انا مش هستخدم المصطلح التاني ده، هو اللي اشتكى من ضغط المباريات، هو اللي طلب تاجيل مباريات. نسمع الاستاذ عصام سالم وقت ما كان متحدث رسمي عن نادي الزمالك وهو بيؤكد الطلب والضغط على اتحاد الكره من اجل تاجيل مباراه الزمالك وحرس الحدود 20 فبراير. كان في كلام طبعا عرفنا من منذ قليل ان طلع بيان خلاص من اتحاد الكوره بالموافقه على تاجيل مباراه حرس حدود اللي كان المفروض تقام يوم 20 في دور 32 لكاس مصر اللي هو قبل السفر للسنغال او في نفس يوم السفر للسنغال. رد حضرتك ايه؟ ده اللي كان الزمالك بيطالب بيه يا كابتن ابو العيله من البدايه، يعني لانه يعلم تماما ان فعلا عدم تاجيل المباراه كان هيشكل ضغط كبير جدا على فرقه الزمالك واجهاد شديد، لان الرحله حوالي 12 ساعه بالطائره، وكان ممكن يعني انت عارف لو انت حرس الحدود 20 ومباراه تونجيت 23 مستحيل، يعني ده ما حصلش يمكن في تاريخ مشاركاتنا الافريقيه. ده طبعا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك وهو بيقول كان مستحيل اننا نلعب، هنرجع لكلمه مستحيل دي، ولكن في النهايه النادي الاهلي كان عنده مباراه يوم 19 مع النصر ونادي الزمالك عنده مباراه يوم 20، نادي الزمالك هو اللي طلب التاجيل مش النادي الاهلي، نادي الزمالك هو اللي اشتكى. لو استعرضنا صور مباريات الاهلي والزمالك في شهر فبراير وتشوف قد ايه النادي الاهلي كان مستعد ان هو يلعب مباراه النصر هتندهش، لان النادي الاهلي لعب كاس العالم للانديه ورجع لعب مباراه مع الهلال السوداني في افريقيا يوم 16 وكان عنده استعداد عادي جدا يلعب مباراه النصر يوم 19، ولكن اللي حصل ويطلع يلعب مباراه خارجيه يوم 23، لكن اللي حصل ان نادي الزمالك لما اشتكى اتحاد الكره رفض، فنادي الزمالك ضغط فاتحاد الكره رضخ زي ما حصل اتحاد الكره يتراجع ويؤجل مباراتي الاهلي والزمالك بكاس مصر رغم ان النادي الاهلي ما تقدمش، وده برضو اللي ذكره موقع اليوم السابع وقال برغم ان النادي الاهلي لم يتقدم بطلب لتاجيل المباراه. فدي بالنسبه لي واقعه مهمه جدا توضح الفريق اللي قادر على الضغط والفريق
الغير قادر على الضغط اللي بيشتكي لمجرد مباراة كاس مصر مع حرس الحدود. بالمناسبة مباراة النصر دي في وقت من الأوقات كابتن سيد عبد الحفيظ بعد مباراة سيمبا لما حسمنا الصعود لدور المجموعات طال قال إن احنا طالبنا اتحاد الكرة يقربوا لنا مباراة النصر دي ويحطها لنا بين ماتش المريخ السوداني وسيمبا لأننا كنا ضمننا الصعود، اتحاد الكرة رفض. فاللي بيضغط نادي الزمالك واللي بيرضخ اتحاد الكرة. لكن بما إننا اتكلمنا دي مباريات يا فارس، مباريات الأهلي، الأهلي مع بايرن 8 فبراير، لعب بعد كده بعد 48 ساعة مع بالميراس، بعد كده جه لعب مع المريخ السوداني يوم 16 وكان مسافر سيمبا، وكان المفترض مباراة النصر دي هتتلعب يوم 19 والأهلي ما كانش عنده اعتراض. مباريات الزمالك كان الزمالك بقى بيلعب واحنا بنلعب بايرن ميونخ، بيلعب الاتحاد واحنا بنلعب بالميراس كان مع مولودية الجزائر، ثم واحنا بنلعب المريخ، المريخ السوداني كان مع الاسماعيلي يوم 17 واتأجلت مباراة يوم 20 عشان يبقى فاضل 5 ايام. كان ممكن تتأجل مباراة تتقدم مباراة الاسماعيلي يوم 16 طبعا. وتنزل كمان مباراة الزمالك 19 لكن ده ما حصلش. لكن طبعا. اتقال ايه يا فارس؟ اتقال ان احنا عندنا ميعاد طيارة وما ينفعش نلعب المباراة ودي ما حصلتش في التاريخ. انا متفق معاك ان انت بتتكلم ان عندك سفر وعندك ظرف ما يستدعي. انا عايزك بقى ترجع وتحط الكلام اللي انت سمعته من عفيفي في الاول مع موقف نادي الزمالك اللي تأجلت له المباراة بتاعة الكاس وتأجل مباراة النادي الاهلي على قوة مباراة تونجت عشان خاطر يقدر الزمالك يريح اكبر فترة ممكنة. تعال شوف بقى النادي الاهلي لما اتحط في وضع مماثل كان مين اللي اتحاد الكرة بيطبطب عليه؟ كان مين اللي اتحاد الكرة بيساعده؟ شفنا مباراة الزمالك اتأجلت عشان اللعيبة تسافر مرتاحة وما يبقاش فيه أي مشكلة. طب مباراة النادي الأهلي اللي مسافر تنزانيا عشان يلعب مع سيمبا وكلنا عارفين رحلة تنزانيا شاقة ازاي ومؤثرة ومرهقة بدنيا ازاي؟ الحاج عامل حسين اتعامل فيها بمبدأ ايه؟ تصرف مع نفسك، ما بنأجلش. نطلع ونسمع الفيديو عشان نعرف مين الاتحاد الكورة بيحتويه كويس قوي. شوف الفيديو. الاهلي طالب تأجيل مباراة حرس الحدود لانه هيسافر في نفس اليوم، هينفع ولا صعب؟ لا انا ما جريش حاجة بس صعب تأجيل اي مباراة للاهلي. حتى لو مسافر في نفس اليوم الصبح؟ تأجيل اي مباراة صعب يا كابتن احمد. حتى لو مسافر الاهلي قال لك السفر يوم 8 ومباراة يوم 8. ان شاء الله يقدر يحلها اهو، يقدر يحلها ان شاء الله. الاهلي يقدر يحلها ولا ممكن تقدمها انت يوم ولا هيبقى صعب؟ هيبقى عنده 5 و8. هو هيلعب يا كابتن احمد. يوم 5 ويوم 8. هو لعب 28 لعب امبارح. هيلعب يوم 2 السبت. مع بطل تنزانيا. ويلعب 5 مع انبي. ويلعب 8 مع الحرس. ويلعب المباراة يوم 12 بتاع تنزانيا. ما اقدرش اقول لك غير كان الله في عونك وربنا معاك ومع الجميع ان شاء الله. هيلعب يوم 5 وهيريح يومين بس، يلعب يوم 8 ويسافر تنزانيا عشان يلعب يوم 12 ويحلها هو. النادي الاهلي يتصرف، مش مشكله، مش هينفع ناجل. للاسف نادي الزمالك هو اللي اتحط بعدها في الموقف اللي تاجل المباراتين عشان خاطر يقدر نادي الزمالك يسافر السنغال مرتاح. اعتقد مقارنه صارخه وواضحه لزي ما قلت وبكررها، مين الاتحاد الكره بيلبي له طلباته وبيحتوي طلباته. بص، هو المفارقه ان هي مباراه الزمالك وحرس حدود والاهلي وحرس حدود، ويمكن حتى انت يا فارس نسيت مباراه يوم 2 لعبنا كمان 3 مباريات، يوم 2 ويوم 5 ويوم 8 وتصرفوا في تذاكر الطيران. وبالفعل النادي الاهلي سافر يوم 9، كان ممكن نادي الزمالك يسافر يوم 21 او تتقدم مباراه الاسماعيلي وتتقدم مباراه الزمالك وحرس الحدود ليوم 19، لكن ده ما حصلش. ورحنا للدوري ده ليه؟ لان الدوري ده اكثر دوري بيتم اتهام النادي الاهلي فيه بالرفاهيات، فبنوضح لكم مدى الرفاهيه اللي كنا بنتعامل فيها مع الحاج عامر حسين. ولما الزمالك لعب كونفدراليه وكمل كونفدراليه كان مطلب عادل جدا ان النادي الاهلي ينهي الموسم زي ما حصل في تونس قبل امم افريقيا، ولكن اتحاد الكره ما رضاش. هنقول ليه رفض اتحاد الكره مطالب النادي الاهلي، لكن لما نسمع الحاج عامر حسين وهو بيؤكد ان الامر كان متاح. الحقيقه ادينا فرصه كبيره ان احنا نحل اكتر من مشكله، وكان في تصور انا اشتغلت فيه وحضرته على ان متوقف كل الكلام دوت على موافقه مستر اجيري ومصلحه المنتخب الوطني. انما النهارده ما اتصلت بالمهندس هاني، قلت له كابتن هاني قال لي مستر اجيري رافض ان هو يلخبط المعسكر بتاعه، وبالتالي لما كابتن هاني قال لي كده بعت للانديه واعلن ان احنا على
الجدول اللي احنا طلعناه في الاخر هو دوت اللي ماشي. مطلب النادي الاهلي كان مطلب عادل، انك تنهي الدوري قبل امم افريقيا، وكان الحاج عامر حسين كان قادر ان هو يعمل ده وعمل التصور، بس يا ترى الاستاذ هاني بريده كان ليه رافض التصور ده؟ فارس يليك. هقول لك ليه بقى، لان في رايي لو امتلك عفيف الفيديو ده كان ممكن يعمل كربلائيات عليه، وكل حلقه يطلع ما يعملش حاجه غير ان هو يذيع الفيديو ده. تخيل ليه الدوري ما انتهاش قبل كاس الامم الافريقيه؟ تخيل شخص بيتحكم في منظومه بالكامل عشان لاعب واحد. اعتقد ده ما بيحصلش في دول العالم الاول اللي حضرتك بتضرب مقارنات بيها. نطلع ونشوف الفيديو. لا هو مباراه النهارده انا سمعت المحللين هو خطا في التشكيل طبعا. صحيح. يعني انا معاهم في كل اللي قالوه. وكان وفي لعيبه لازم تريح، ومنهم اوباما لازم يريح. انا بقوله تاني على الهواء، لازم يريح. ده مش اوباما اللي احنا عارفينه. هل هو مجهد؟ هل هو شبع كوره؟ يعني ايا كان، لكن لازم لاعب زي اوباما لازم يريح شويه، ولازم يتقال لفرجاني ساسي، مش انت فرجاني ساسي اللي احنا اجلنا بطولة الدوري لغاية ما تخلص ماتشتك وتيجي والإصابة بتاعتك تخف منها، ففي لعيبة محتاجة وقفة. مش أنت فرجاني ساسي اللي أجلنا البطولة عشان ترجع من الإصابة بتاعتك ما خليناهاش تنتهي قبل كأس الأمم الأفريقية. أنت متخيل الكلام اللي بيتقال؟ ما أنت طبيعي هتشتكي من إيه؟ ما أنت لازم ما تشتكيش لاتحاد الكورة، لأن أوريدي كانت كل حاجة بتتعمل عشان خدمتك، ونادي الاهلي تطلع قضيته وقتها عادله وياخد حكم من مركز التسويه والتحكيم ب 150 الف جنيه غرامه على اتحاد الكره، لان كلام النادي الاهلي كان صح، ولان كان في فرصه تنتهي البطوله قبل كاس الامم الافريقيه. اعتقد كانت رساله قويه لعفيفي عشان يعرف فيها كويس قوي مين اللي ما كانش بيشتكي ليه، ورد كان واضح وصريح من الاهلي، خط احمر وان عدتم عدنا. نطلع لفاصل وعندنا كلام مهم جدا بعد الفاصل، ما تروحوش في حتة، مستنيينكم. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقرتنا الاخيره بعد الفاصل، البرجاوي بيعلقك ها، وفقرتنا الاخيره بعد الفاصل واخر جزء في رومونتادا، بعد طبعا ما استعرضنا التحكيم واستعرضنا مواقف تانية كتير لناس اتكلمت عن النادي الاهلي، بياتي دور الكابتن مدحت شلبي. والحقيقه الكابتن مدحت شلبي مصر اللي هو على نفس الطريق وعلى نفس النهج، وطلع بعد بيان النادي الاهلي اتكلم عن فكره البيان، وراح لسكة تانية بعيدة خالص عن فكرة ان انا ممكن اناقش لوائح او اناقش بيان النادي الاهلي. تعالوا نشوفوا الكابتن مدحت شلبي قال ايه عشان عندنا تعقيب مهم. وانا قلت ان الكابتن شوقي غريب عنده 25 نجم بيلعبوا اوريدي في الفرق الاولى في انديتهم، واسمائهم ملء الاسماع والابصار، واحد فيهم ب 43 مليون جنيه اللي هو صلاح محسن، وطاهر محمد طاهر وغيره 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 وغيره، وناصر ماهر عنده 25 نجم مش مستني مسابقه اتحاد الكره تحت 23 عشان ياخد منها. هذا امر لم يكن يقرر على الاطلاق، ورطنا فيها الاستاذ عمرو الجنايني وتورط فيها احمد مجاهد. انا كان وجهه نظري تلغى هذه المباراه، ملهاش قيمه. قيمتها ايه؟ هتكتب في الدولاب بتاعك احنا ابطال الجمهوريه 99؟ دي سبه ان يبقى في مسابقه تحت 23، يعني هذه ليست نعمه على الاطلاق. انا ارجو النادي الاهلي يهدي اللعب في الحته دي شويه. انا يعني اتصور ان هو بيصدر للاتحاد امر ما، الله اعلم ايه اللي في الكواليس يعني، لكن في النهايه هي مسابقه بلا قيمه، واقامه مباراه بهذا المعنى هي واللهو سواء، رايحين نهزر يعني كلنا يعني تحت 23 سنة، ده قد أبويا طبعا، ده مجاز يعني عشان لما يلقطوها لي في النادي الأهلي ويحطها لي ببرامج من البرامج يعني يقولوا مش عارف إيه، فأنا بقولها من الأول أو مجازا، وطبعا دي أكيد مجازا، لكن أتصور إن على اتحاد الكرة أن يعلن إلغاء هذه المسابقة عشان ما يبقاش عند حد حجة إن إحنا بندفع مصاريف للعيب. أنا عارف نادي الزمالك سرحوا اللعيب. شوف يا كابتن مدحت، إحنا طبعا
جايبين لك الحته بتاعت البرامج في قناه النادي الاهلي، لا برامج في قناه النادي الاهلي بتاخذ الكلام الموضوعي، لا اللي على سبيل الدعابه ولا اللي هو خارج عن المنطق. وان كان كلام حضرتك عن فكره الغاء مسابقه وقيمه البطوله ايه وقيمه المسابقه ايه وهتحط بطوله 99 في دولاب البطولات هو كلام غير منطقي ومغالطه اسمها مغالطه رجل القش. انت سبت الموضوع الاساسي وهو تطبيق اللوائح والقوانين ورايح لفكره هي ايه المسابقه، ما نلغي المسابقه. لا يا كابتن مدحت، النادي الاهلي بيطالب بحقوقه طبقا للوائح. المباراه دي اتحددت انها نهايه مسابقه بطوله 99 وبناء عليه لم يكن يصح ان يشارك سيف فاروق جعفر. نستعرض اللائحه عشان الموضوع بعيد خالص عن فكره القايمه ومش القايمه، دي اللائحه اللي استعرضناها قبل كده فارس وبتاكد الجزء بتاع اللاعب الموقوف لمباراه او اكثر اي من مسابقات المراحل السنيه بالظبط. فبالتالي يا كابتن مدحت انا اناشدك ان انت كنت تناقش فكره اللائحه مش فكره مسابقه اللغي اتحاد الكوره كمان، وما ينفعش تقول اصل ايه اللي بيدور في الكواليس، النادي الاهلي ما بيطالبش بالكواليس. وحضرتك برضه يا كابتن مدحت بتتكلم عن معنى دعمك الكامل لاحمد مجاهد فجايب المشكله في الاستاذ عمرو الجلاين. بالظبط يا أسامة، أعتقد كابتن مدحت شلبي كان بيحاول يتحايل على الموضوع لأن كان في شكل أوضح بكتير جدا أن أنت تقول أن اتحاد الكرة بيصنع لنفسه أزمات، مش النادي الأهلي هو اللي قال أن اتحاد الكرة يخالف لائحته الواضحة، مش النادي الأهلي اللي قال اتحاد الكرة يحدد ميعاد للمباراة ويرجع يلغيها. على فكرة لحد دلوقتي ما حدش يعرف ايه الاسباب. مش النادي الاهلي اللي قال يا كابتن مدحت انك تطبق نظرية اللعب في الزراير الادارية اللي احنا مش فاهمين اتحاد الكرة رايح بينا فيها فين. فاعتقد انك مفترض تحترم موقف النادي الاهلي اللي بيتكلم باللائحة والقانون، ولو عندك رد بالنيابة عن اتحاد الكرة اللي انا عارف انك بتحبه كنت ترد بالورقة والقلم زي ما انت عرفت طريقتنا ايه. اتمنى تكون الحلقة كانت رسائلنا قوية فيها، واتمنى يكون في ناس كتير جدا عرفت النادي الاهلي قدره وقيمته ايه. ومليون مبروك للسوبر الاهلاوي، ومليون مبروك ان بطولات النادي الاهلي هتفضل مكمله ويظل نسر النادي الاهلي يحلق فقط في السماء. نشوفكم الحلقه الجايه، هتوحشوني.